بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه، اكيد في الالعاب الاخرى داخل النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. النص الاول من حلقتنا زي ما تعودنا مع بعض بما مجموعه من الاخبار. الحقيقه النهارده عندنا مجموعه كبيره من المباريات اللي لعبتها يعني فرق النادي المختلفه في كل الالعاب، هنحطها قدام حضراتكم وهنقول لكم كمان تعليقنا عليها، وكمان هنطلع حضراتكم على الفترة القادمة هيكون فيها ايه. النصف الثاني الفقرة الحوارية. النهاردة الحقيقة لينا الشرف ان احنا بنستضيف افضل رياضية من وجهة نظري، يعني من وجهة نظر الكثيرين افضل رياضية في تاريخ مصر. انت عندك كرياضي او لاعب بتلعب في منتخب مصر، اكبر شرف ليك هو الحصول على ميدالية اولمبية مش كؤوس العالم، واكبر دليل على ذلك هو اعتذار اللعيبه الامريكان يعني في كل الالعاب عن كؤوس العالم او بطولات العالم، ولكن في الاولمبياد بتلاقيها مكتظه بالنجوم الامريكان، مش بس الامريكان ولكن الاوروبيين. اذا اعظم شرف لاي لاعب هو حصوله على ميداليه اولمبيه. طب لو قلنا ان في لاعبه بقى بنتكلم عليها النهارده حصلت على 6 ميداليات اولمبيه، 6 ميداليات اولمبيه، مفيش اولمبياد شاركت فيها ما خدتش ميداليه، منهم 4 ذهب وتقريبا 2 فضة. احنا بنتكلم النهاردة عن 6 ميداليات أولمبية. طبعا الأولمبياد بيبقى فيها في بالذات في رفع الأثقال والألعاب الفردية منافسة شرسة، وزي ما حضراتكم عارفين الأولمبياد فيها الأولمبياد العادية والبارالمبية. بطلتنا النهاردة هي فاطمة عمر أو الأسطورة فاطمة عمر، أفضل رياضية في مصر لاعبة رفع الأثقال لمنتخب مصر البارالمبي، واللي حصلت على 6 ميداليات. خليني اقولها لحضراتكم بدايه من سنه 2000، سنه 2000 اولمبياد 2000 ذهب، اولمبياد 2004 ذهب، اولمبياد 2008 البارالمبيه طبعا ذهب، 2012 ذهب، 2016 فضه، و2020 على ما اتذكر ايضا فضه. احنا النهارده بنتكلم عن تاريخ طويل جدا للاعبه مثلت مصر ونجحت ان هي تجيب لبلدها لوحدها 6 ميداليات بارالمبيه. فاطمه عمر يعني لاقت ترحاب كبير جدا من كل مكان في العالم راحته، وهنسمع ده منها، يعني هنسمع ده منها ازاي هم جعلوها ايقونه كبيره للمراه على مستوى العالم. فاطمه عمر تحدت الاعاقه وايضا تحدت المنافسات العاديه. فاطمه عمر نجحت في اسرتها، يعني ما شاء الله كأم ناجحه، كزوجه ناجحه، النهارده هي مثال للمراه المصريه. هتكون معانا وهنتكلم معاها عن كل شيء، هنتكلم معاها عن تاريخها، هنتكلم معاها عن القادم، خاصة ان هي اعلنت اعتزالها اللعب ورفع الاثقال نهائيا. اكيد مش هيبقى ده اخر حاجة ليها، بالعكس احنا اكيد دي حاجة تحزننا جدا بعدها انها تبعد عن الملعب، ولكن اكيد هتبتدي مشوار جديد واكيد هتمثلنا في حاجة تانية هنسمع منها، هيكون ده في النصف الثاني من فقرتنا الحوارية. هنبتدي باخبارنا، والحقيقة يبدو انه ما زال الاسبوع حزين على النادي الاهلي. النادي الاهلي النهاردة نعى أحد رموزه في كرة اليد وأحد رموز مصر كلها في كرة اليد الحقيقة، وابن النادي الأهلي نعى طبعا الكابتن سيد عبد العال. كابتن سيد عبد العال النادي الأهلي النهاردة نزل نعي الأهلي ينعي الكابتن سيد عبد العال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق لكرة اليد. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس إدارة والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن سيد عبد العال لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق لكرة اليد الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. خليني أقول لحضراتكم أبرز محطات الراحل كابتن سيد. كابتن سيد كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد، أمين صندوق منتخب مصر لكرة اليد سابقا، وايضا رئيس فريق الشمس لكره القدم بالنادي الاهلي سابقا، وعضو النادي وعضو اصيل وعضو كبير يعني، وكان دائما ابدا متواجد جوه النادي وكان ليه اراء كثيره وكان دائما بنسعد بلقائه وكنا دائما نسعد يعني بوجوده جوه النادي الاهلي. ربنا يرحمك يا كابتن سيد، ويبدو ان هذا الاسبوع يابى او هذا الشهر يابى ان هو يعني يمشي غير لما ياخد كمان احد رموز النادي الاهلي رحمة الله عليه، ورحمة الله عليه كمان على كابتن عمرو فاروق، وإن شاء الله نتمنى أن يكون آخر الأحزان داخل النادي الأهلي.
خلينا نروح لاخبارنا، نبتدي بكره اليد كالعاده. يمكن زي ما حضراتكم عارفين كان في بطوله افريقيا اللي فاز بيها منتخب مصر المره الثالثه على التوالي والتاسعه في تاريخه. بعد كده استؤنف مباريات الدوري، نادي الاهلي كره اليد استؤنف مبارياته. يمكن اول مباراه كانت لينا مع هليوبلس وكانت مباراه صعبه واستطعنا الفوز. عندنا مباراه او كان عندنا مباراه مهمه مع الجزيره، بيقود الجزيره حسين زكي لاعب نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر ومدير فني نادي الزمالك السابق. وعلى فكره في خبرين، احنا الحقيقه فزنا على فرق بيقودها مديرين فنيين سابقين لنادي الزمالك، اولهم كابتن حسين زكي مدير فني نادي الجزيره. والحقيقه الراجل عمل فرقه كويسه، يعني نادي الجزيره بقى من الفرق الجيده. الماتش اتلعب على مركز الاولمبي زي ما حضراتكم شايفين بالمعادي. الشوط الاول خلص بتفوق النادي الاهلي 11-10. طبعا عايز اقول انه بيقود طبعا النادي الاهلي، يعني بنذكر حضراتكم مستر ديفيد ديفيز المدير الفني الاسباني. ماتش خلص بنتيجه 26-21، يعني الشوط الثاني خلص بنتيجه 4 أهداف والشوط الاول فرق هدف، لتنتهي المباراه بفرق 5 أهداف بيننا وبين نادي الجزيره. طب موقف النادي الاهلي ايه؟ النادي الاهلي بيتصدر ترتيب الجدول برصيد 13 نقطه، وسع الفرق مع المنافس التقليدي وهو نادي الزمالك اللي يجي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط. خلي بالكم النقاط دي مهمه، ولكن في النهايه هيبقى الاول والثاني هيلعبوا بعض على بيست اوف 3 عشان البطل، وايضا الثالث والرابع هيلعبوا على البرونز بيست اوف 3. يعني كل الكلام ده في الاخر يهمك تطلع اول او ثاني، وهو ده الحقيقه يعني برضو من ضمن الحاجات اللي انا يعني برضو مش يعني بحبذها، ان انت تلعب مباريات كتيرة اثناء الموسم بدون ما يكون ليها فايده او يكون ليها ان انت بس تطلع اول او ثاني. المفروض يكون نتيجه الدوري اكيوميليتد، يعني تراكميه، ان انت النهارده يعني انا كسبت الزمالك مثلا سي 5 مباريات هذا الموسم مثلا، يعني بقول مثلا، وجيت في الفاينل خسرت مباريتين من 3 تخسر الدوري. طب ما ده مش عدل، ما انت ممكن يكون عندك باد لك في الاسبوع اللي انت بتلعب فيه نادي الزمالك. انا عايز اقول انه لازم يكون كده. طيب هل ده يعني بسبب ان الدوري اللي بينافسك فيه فرقتين او اللي بينافس على الدوري هم فرقتين، مع احترامنا طبعا لكل الانديه، ولكن انا بتكلم حتى بالارقام على مستوى التاريخ، هل ده عشان فرقتين اللي بينافسوا؟ لا، مش مبرر ابدا. يعني انا شايف ان انت لازم يبقى مبارياتك كلها محسوبه، ولازم تبقى انت رايح لبطولتك، كل ماتش بيفرق معاك. ولكن اللي احنا شايفينه ده الحقيقه اهدار كبير جدا للوقت والمباريات والمجهود اللي بيحصل للاعبين، وفي الاخر الدوري يتحسم في 3 لقاءات. طب ازاي؟ نتمنى طبعا ان الموضوع ده يعني عاد في النظر في كل الاتحادات اللي بتبقى نتائجها كده. طيب الجوله اللي جايه هيكون مع نادي سموحه باذن الله ان شاء الله، هتبقى يوم الجمعه القادم، وهتكون على صاله طبعا الامير عبد الله الفيصل، او هكون مع نادي سموحه وكون عندنا في الصاله طبعا الامير عبد الله الفيصل يوم الجمعه الساعه 4 العصر. بس الحقيقه خليني قبل ما اروح للخبر الثاني، طبعا تابعنا عبر صفحاتنا وعبر يعني صفحات النادي الاهلي، وهو ان طبعا مجلس اداره النادي الاهلي خد قرار بتجديد الصاله او تجديد الارضيه. ولو حضراتكم كنتوا تابعتوا معانا الاستوديو التحليلي اللي فات واحنا بنتكلم عن اصابات فريق كره السله، سواء عمرو زهران، بس عمرو زهران اصيب مع المنتخب مش مع النادي، طبعا المازق الاماميه والخلفيه اللي اصاب طبعا عزب واصاب مجموعه من اللاعبين. احنا قلنا ساعتها في الاستوديو التحليلي ان احنا نتمنى ان الارضيه يعني تتغير او يتم رفع كفائتها. هي الارضيه مش وحشه، ولكن احنا محتاجين الافضل والاحسن، لان طبعا النهارده عندك لعيبه لو جبت القيمه التسويقيه لعيبتك بتاعت السله والطايره واليد اللي بيلعبوا سواء رجال او سيدات وبيلعبوا على الصاله دي، يمكن اللي بيلعب اليد سيدات بس، اليد طايره وطايره سيدات وكره سله سيدات بيلعبوا على صاله الشهداء. فالنهارده انت عندك 4 فرق بتتمرن على هذه الصاله ملايين، فالنهارده محتاج طبعا ترفع كفاءه هذه الصاله. وطبعا كابتن خالد العوضي قدم التصور ده لمجلس اداره، وفورا مجلس اداره خد قرار برفع كفاءه وتغيير ارضيه الملعب. الله اعلم هتبقى ايه، يعني ممكن هل هتبقى باركيه مش عارف، هل هتبقى تريفليكس زي النوع اللي بيتركب بس هيبقى جديد بحيث ان يبقى يعني معامل الارتداد بتاعه يعني حنين على الظهر وعلى الركب، خلينا نشوف. ولكن اكيد النادي الاهلي هيعمل احسن حاجه لعيبته، وده المعتاد، وده الحقيقه خبر اسعدنا وبنشكر عليه اكيد يعني مجلس اداره النادي الاهلي على هذا، على هذه الخطوه، لان طبعا انتظرناها، وان شاء الله تبقى الارضيه الجديده تعود بالنفع على الفريق وتقل الاصابات بشكل كبير. طيب هنروح لكره الكره الطائره، لا خلينا الاول لكره السله. كره السله رجال عندهم منتخب مصر لكره السله او كره السله في نادي الاهلي في توقف. طبعا مستر اجوستي راح سافر يعني بلده في توقف يمكن اكتر من شهر، لان المنتخب عنده الحقيقه مباريات مهمه، اولها طبعا بطوله قطر الدوليه اللي هيروح يشارك فيها مع جهاز فني جديد، وبعد كده عندنا الويندو اللي هي مؤهله للاولمبياد. احنا لسه عندنا جوله ان احنا ممكن نتاهل للاولمبياد، ولكن
صعبه طبعا اكيد. هنخش في مفرمه كوبا امريكا ومفرمه اوروبا وما ادراك ما فرق، يعني في فرق كبيره جدا في اوروبا ما تاهلتش اولمبيات وداخله الجوله دي، فاكيد منتخب مصر هيستفاد، ولكن اشك ان منتخب مصر هيتاهل الاولمبيات من خلال تلك الجولات. ولكن منتخب مصر هياخد بالاسباب، جاب مدير فني جديد كان طبعا الالماني هنريك رودل، المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري، ودي صورته. عايزين نقول انه طبعا ضم 5 لاعبين من النادي الاهلي لقائمه المنتخب. البطوله دي هيشارك فيها في قطر 6 منتخبات، مصر، قطر، السعوديه، البحرين، وسط افريقيا، الاردن. دي الفرق اللي هتشارك في هذه البطوله. منتخبنا هيلعب في الدور الاول مع منتخبات الاردن والبحرين، وده في المجموعه الثانيه اللي بقع فيها منتخب مصر. منتخبنا هيشارك في البطوله دي استعدادات لتصفيات بطوله افريقيا، واللي المفروض مصر هتنظمها في الفتره من 23 ل 25 فبراير اللي احنا فيه. تصفيات بطوله افريقيا هتتلعب في مصر في الفتره من 23 ل 25 فبراير، ودي المباريات اللي معموله عشان اعداد لهذه التصفيات. طيب ال5 لعيبه اللي لعبوا مع المنتخب مين، او راحوا تم استدعائهم مع المنتخب؟ عمرو الجندي، ايهاب امين، كريم حاتم، وعندك كمان مروان سرحان، وعمر طارق. كان سادسهم لو تفتكروا عمرو زهران، ولكن ربنا يشفيه، هو عمل عمليه الرباط الصليبي يعني بدا واحده واحده يستعيد. وإيهاب أمين، دول الخماسي اللي شاركوا. تاني عمرو الجندي، إيهاب أمين، كريم حاتم، مروان سرحان، عمر طارق. فريقنا طبعا في النادي الأهلي خلص الدور الأول في بالترتيب 12 نقطة بعد فوز في 6 مباريات، بالرغم إن إحنا كان المفروض نلعب 7 مباريات. طب ليه لعبنا 6؟ عشان مباراة الجزيرة اللي أجلت يوم الجمعة، وفاة طبعا معالي الوزير العام الفاروق، واللي أجلت لأجل غير مسمى. كان المفروض هتلعب الأربع اللي فات، ولكن اتحاد السلة بعد ما قعد مع الجهاز الفني وشافوا ان المباراه تؤجل عشان استدعاء المنتخب عشان بطوله قطر الدوليه. طيب النادي الاهلي من ابرز محطاته او فوزه اللي فاز فيها في الجوله الاولى كان مباراه الاتحاد السكندري خارج ملعبنا في اسكندريه، وده من سنين طويله النادي الاهلي ما كسبش الاتحاد هناك حتى في الدور ده. احنا كنا بنلعب الاتحاد السكندري في اسكندريه دايما في الدور الترتيبي بتاع السوبر، لانه بعد كده البلاي اوف بتبقى يا اما على برج العرب يا اما بيكون على حسن مصطفى، ما بنلعبش خالص على صاله الاتحاد السكندري هناك. فطبعا الفوز ده كان مهم، كان من ابرز المحطات برضو. الفوز على سبورتنج في اسكندريه دي كانت محطه مهمه، الفوز على نادي الزمالك في نادي الزمالك. الدور اللي بعد كده انت اريح كتير، كل الفرق دي جايه لك، عندك نادي الزمالك جاي لك، عندك نادي سبورتنج جاي لك، عندك نادي الاتحاد جاي لك. فاذا كان المشكله والصعوبه هي كانت الفتره اللي في الدور الاول، هو بس المباراه الوحيده من الفرق الكبيره اللي جت عندك هي كنادي الجزيره، انت طلع لها بس بره، فده طبعا اكيد هيبقى في مصلحتنا. طب احنا عايزين ايه من الدور الترتيبي ده في السله مع النادي الاهلي؟ عايزين نطلع اول عشان نتجنب ان احنا نقابل الاتحاد السكندري في قبل النهائي او تاني طبعا، ولكن ان شاء الله نطلع اول بالنتائج دي، وبعد كده يبقى عندك جدولك يعني دور الثمانيه يكون اهدى، دور السيمي فاينال يكون برضو نوعا ما اهدى شويه، ولكن زي ما انتم عارفين في الباسكت ما فيش حاجه اسمها اهدى ومش اهدى. الزمالك بقى كويس جدا، بقى فرقه كويسه دلوقتي، عندك الجزيره بقت فرقه كويسه، عندك السموحه سبورتنج ما بقاش فيه ماتش سهل. نتمنى كل التوفيق لفريقنا، فريق كره السله الرجال، وكمان منتخبنا اللي بيشارك في قطر باذن الله. هنروح لكره الطايره، وكان عندنا رجال مباراه مهمه مع سموحه. الكره الطايره زي ما قلت لحضراتكم لسه رجال وسيدات ما تحطوش في اختبار مهم، ولكن الاداء حتى الان اداء كويس. احنا كنا بنلعب سموحه في اسكندريه وكانت مباراه صعبه، خاصه ان دي تاني فرقه زي ما قلت لحضراتكم بيقودها جهاز فني سابق نادي الزمالك، وهو الكابتن طبعا اشرف اللي بيقود طبعا فريق نادي سموحه، كابتن اشرف رشاد مدير الفني السابق لنادي الزمالك. طبعا احنا مستر منذ يعني هو اللي بيقود النادي الاهلي. النتيجه خلصت 3-0 26-24 نتيجه الشوط الاول، وده يدل قد ايه كانت المباراه قويه، 26-24 25-20، وبعد كده الشوط الثالث فرق جامد جدا النادي الاهلي 25-14. فريقنا طبعا حاليا ضمن الصعود للمرحله الاقصائيه او البلاي اوف اللي هتتلعب، طبعا متصدر ترتيب مجموعته برصيد 27 نقطه بدون ولا هزيمه، وفرق كبير عن اكبر ملاحقيه نادي سبورتنج هو تاني بعد منه وبيجي برصيد 20 نقطه. فريقنا هتلعب الماتش الاخير من المجموعه قدام نادي سبورتنج، وهيكون يوم الجمعه يوم السبت القادم باذن الله. زي ما قلت لحضراتكم الاختبار الحقيقي لهذا الفريق هيكون امام نادي الزمالك في بطولات سواء السوبر المصري او السوبر او الدوري المصري او الكاس، واكيد طبعا بطوله افريقيا، لانه بطوله افريقيا هتكون على صالتنا، صاله الامير عبد الله الفيصل. وبيتهيألي لو نادي الزمالك عمل مباريات كويسه يعني اكيد هيشارك، ولكن يعني انت في الاول والاخر انت عندك 4 بطولات قويه، حتى الان انت ما تحطتش في اختبار حقيقي، ولكن الشواهد بتقول ان احنا ماشيين كويس.
طبعا يعني هنحكم او هنقول ايه، طبعا الكلام مش دلوقتي خالص، اتصور كمان شهرين هتبتدي الدنيا تظهر وتبان مع فريق الرجال الكره الطايره. طيب خلينا نروح لبقى فريق السيدات للكره الطايره، كان عندنا مباراه مهمه في دور ال 16 لكاس مصر مع الجياد. طبعا زي ما حضراتكم عارفين الكؤوس بتبقى يعني مباراتها تدريجيه القوه، يعني تبقى نوعا ما بتبتدي بضعيف شويه بعد كده بتشتد، فيمكن مباراه الجياد، وطبعا الجياد فريق محترم اكيد وليه كل منا الاحترام، ولكن النادي الاهلي استطاع انه يفوز على فريق الجياد 3-0 في دور ال 16 وصعد الى ربع نهائي او دور الثمانيه في بطوله كاس مصر. طيب الاشواط جت ازاي؟ 25-11، 25-21 و25-8. وكان ماتش ده كان اتلعب اول امبارح على صاله ابو الهول في اسكندريه، وده اللي هو ملعب الجياد. وحاول كابتن ابراهيم انه يشرك اكبر قدر من اللعيبه استعدادا للماتشات اللي جايه. وبكده هنلعب في دور الثمانيه مع نادي سبورتنج، يعني لقاء مهم جاي بدري في 20 فبراير في اسكندريه برضه. فريقنا طبعا مركز في البطولات، بيقود الفريق طبعا ابراهيم فخر الدين او كابتن ابراهيم فخر الدين المدير الفني. الحقيقه يعني جهاز جديد ويعني بيحاول يعني يعمل حاجه قافل على الفرقه، ما شفناش ليه ظهور كبير قوي كابتن ابراهيم فخر الدين او ما اتكلمش بشكل كبير، هو عايز نتائجه اللي تتكلم عنه. طبعا كابتن ابراهيم فخر الدين مش محتاج طبعا ان احنا نشرح ونزيد، ده راجل اسطوره كبيره في الكره الطائره سواء رجال او سيدات. ان شاء الله الماتش فرقتنا بفكركم او فريق السيدات للكره الطائره هو حامل لقب الدوري السنه اللي فاتت، ولكن احنا ما توفقناش في الكاس، نتمنى السنه دي ان شاء الله افريقيا والدوري والكاس لهذا الفريق. كل التوفيق اكيد لفرقنا. نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع بعد الفاصل نكمل اخبارنا. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن قبل الفاصل كنا خلصنا كل الاخبار اللي داخل النادي الاهلي او داخل جدران النادي الاهلي. خلينا نروح لاخبارنا المحليه، ويعني دايما الفتره اللي فاتت بنلاقي في اخبارنا يا اما بطولتين ثلاثة كل شهر، يعني شهر يناير اللي فات لو تفتكروا كان في بطوله افريقيا لكره اليد اللي ذاعناها على شاشه قناه النادي الاهلي، كان في بطوله السلاح، كان في بطوله الرمايه، انا اسف، كاس عالم رمايه. هتلاقي كل شهر عندك بطولتين ثلاثة على مستوى دولي او عالمي او افريقي. طيب ده يعني دليل كبير ان مصر عندها الحقيقه الامكانيات والادوات اللي تمكنها من استضافه هذه الاحداث. الجميل كمان ان احنا شفنا ان منتخباتنا بدات تخش في المنافسه في هذه البطولات، يعني لو كلمنا في كره اليد الحمد لله بنتكلم في اول افريقيا للمره الثالثه على التوالي والتاسع اللقب التاسع باكتساح الحمد لله، يعني احنا فزنا بكل مبارياتنا باريحيه. عندك كاس العالم للرمايه عزمي محلبه اللي خد بطوله العالم والموجوده عندنا، فدايما بتلاقي البطولات ده الشهر اللي فات، بنتكلم الشهر اللي فات، ومناسبة إن شاء الله احتمال كبير يكون معانا طبعا هذا البطل العالمي الأولمبي الكبير عزمي محلبة، هيكون معانا حلقة قريبة. فالقصد أقول لكم إنه يعني كل البطولات اللي بتتنظم في مصر هتلاقي عندنا دايما أداء كويس، الخماسي اللي بيتنظم، فبقى عندك الاستفادة كبيرة. كان زمان مصر بتنظم البطولات بس الحقيقة هنقول الصراحة مش هنضحك على بعض، كان ممكن تبقى فرقنا بتيجي متأخرة، ولكن النهاردة لا، أنت بتنظم بتنجح إداريا قدام العالم كله وبتستضيف قدام الدنيا كلها بنجاح باهر، وفي نفس الوقت بتخش تنافس. طيب احد هذه البطولات اللي جايه الشهر ده هو الريشه الطائره، عندنا بطوله افريقيا 2024. والحقيقه يعني الاتحاد الريشه الطائره من الاتحادات اللي شغاله واللي هو بيدير اللعبه سواء للاصحاء او كمان البارالمبيين، فاكيد مجهود كبير منهم. بطوله افريقيا اللي جايه اللي هتقام في الفتره من 12 ل 18 فبراير اللي احنا فيه، الاتحاد اعلن عن لوجو البطولة أو شعار البطولة زي ما بنقول يعني باللغة العربية. المسؤولين في اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله كشفوا عن شعار بطولة أفريقيا اللي جاية للكبار واللي هتستضيفها مصر كمان أيام. زي ما قلت لحضراتكم البطولة هتتلعب في الفترة من 12 ل 18 فبراير اللي احنا فيه، وهتتلعب في صالة 4 باستاد القاهرة. شعار البطولة بيرمز للعبة الريشة وزهرة اللوتس واللي هي الرمز الرئيسي للتنوير الروحي عند القدماء الفراعنه، وتم اختيار الوانها متوافقه مع الوان علم جمهوريه مصر العربيه. ده اللوجو، سيبوا لي شويه يا جماعه على الشاشه. ايوه ده اللوجو او شعار البطوله، يعني بامانه لا شكله حاجه جديده محترمه، يعني دايما كنا نلاقي شكل فرعوني شويه، حد فرعوني بيرمي كوره بتاع، بس النهارده زهره اللوتس لما تطلع بالشكل ده لا حلوه، يعني الحقيقه الشعار ده اول مره يعني اشوف الديزاين ده او اشوف يعني الشكل ده في الديزاين.
ومن المتوقع البطوله دي يشارك فيها عدد كبير من منتخبات افريقيا، وده هيبان بشكل كبير خلال اليومين الجايين دول، لان انطلاق البطوله هيكون يوم الاثنين اللي جاي، والفرقه بتاكد تباعا فرقه ورا الثانيه او منتخب ورا الثاني مشاركته. اللي هيفوز بلقب البطوله دي هيصعد يعني على صعيد الفرق سواء رجال او سيدات، هيتاهل او هيصعد بشكل مباشر لبطوله العالم اللي هتتلعب في الصين في شهر 4 اللي جاي. وكمان اللي هيفوز بلقب الفردي هيساعده بنسبه كبيره في سباق التاهل للاولمبيات اللي جايه باذن الله. طبعا الريشه الطائره من الاتحادات اللي بتجاهد، ويعني زي ما حضراتكم شايفين طبعا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ممثل الدوله المصريه، اللي انا بتوقع الفتره الجايه هيبقى له دور كبير. يعني بعد التغيير اللي حصل في اللجنه الاولمبيه المصريه، وتم طبعا استبعاد المهندس هشام حطب من يعني قياده او رئاسه اللجنه الاولمبيه المصريه، وتولي المهندس ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحه القائم باعمال، ودلوقتي بقى القائم باعمال برئيس اللجنه الاولمبيه المصريه. انا بقول لكم كده يعني من الكواليس وزاره الشباب والرياضه هيبقى لها دور كبير جدا الفتره الجايه، قصدي التنسيق هيبقى عالي جدا بين اللجنه الاولمبيه المصريه والوزاره، وده 100% بدون يعني ما افكر هينعكس بالايجاب على كل المنتخبات. النهارده اللجنه الاولمبيه المصريه هي مسؤوله فنيه عن الاتحادات، وده دورها الاساسي اللي مش لازم تنساه. مسؤوله فنيا تناقش الاتحادات عن البرامج الفنيه، تاهيل الاعداد للاولمبيات، الاعداد لكؤوس العالم، انت عامل خطه ايه اللي انت بتوعد بيه او اللي انت يعني هتقول يعني هيتحقق من كل اتحاد خلال الفتره اللي جايه، وبتحاسبه فنيا. خلينا نسيب الحاجات الاداريه للوزاره، للدوله المصريه ولوزاره الشباب والرياضه، وهي اللي تراقب ماليا وهي اللي تراقب اداريا، وده اللي كنا بننادي بيه من القديم الازل، انه اللجنه الاولمبيه المصريه مش بس ده، كل حته في العالم اللجنه الاولمبيه المصريه ما تقدرش، ومعلش انا عايز استفيض في الحته دي لان انا عندي كلمتين عايز اقولهم بصراحه. اللجنه الاولمبيه المصريه مجموع موظفينها وادواتها قد ايه؟ دي هي المبنى اللي راح اللجنه الاولمبيه المصريه، انا رحتها عشرات المرات وانا لاعب، ورحتها وانا يعني كبير يعني، وانا يعني بشتغل في الاعلام وعارف. هي مبنى موجود في استاد القاهره، عدد موظفينه مش كتير، قليلين يعني عشرات يعني، مش عايز اقول يعني ايه عدد، بس اتصور مش اكتر من 30 40 واحد يعني. هل يعقل ان اللجنه الاولمبيه المصريه بالادوات دي هي اللي تشرف على جم الانتخابات اللي موجوده على مستوى مصر 5000 هيئه رياضيه؟ طب ازاي؟ طب قولوا لي انت ازاي في الوقت اللي وزاره الشباب والرياضه وعندها الادوات بتاعتها، مديريات الشباب والرياضه في كل المحافظات، هتلاقي مديريه الشباب والرياضه في الجيزه، ومديريه الشباب والرياضه في القاهره، ومديريه الشباب والرياضه في اسوان، بكل المحافظات بمديرياتها بادواتها بلجانها تيتم تحييدها، وتبقى اللجنه الاولمبيه هي اللي بتشرف؟ طب قولوا لي ازاي؟ يعني انا كنت الموضوع ده بجد انا كنت مستغرب. الدوله المصريه اللي هي وزاره الشباب والرياضه المسؤوله عن تطبيق القانون المصري في الرياضه المصريه، قانون 17، قانون 71 لسنه 2017، وهو اخر قانون رياضه تم اصداره، واللي هيتم تعديله ان شاء الله، وبرضه انا بقول لكم الكواليس هيتم تعديله في الوقت المناسب عندما ترى الدوله المصريه والوزاره ان هو دلوقتي المصلحه انه يتعدل. تمام؟ طيب هل يعقل يا جماعه ان 30 40 موظف في لجنه اولمبيه، منهم طبعا مش كلهم اداريين، مش كلهم فاهمين، يعني في ناس اداريه مثلا اعمال سكرتاريه هيعرفوا ايه مثلا في الانتخابات، هل يعقل ان دول يشرفوا على الانتخابات في 29 اتحاد و5000 هيئه رياضيه؟ طب ازاي؟ امال وزاره الشباب والرياضه بتعمل ايه؟ هل يعقل انه اللجنه الاولمبيه المصريه تبقى مسؤوله اداريا عن كل دول؟ طب الوزاره بتعمل ايه؟ معلش يا جماعه انا عايز اقول لكم انه فزاعه التدخل الحكومي والكلام ده كله، دي كل دوله بتحط اللي هي عايزاه وبتحط اللي هي شايفاه. في دول رئيس اللجنه الاولمبيه هو وزير الشباب، في دول كده، هي الدول كده، انا شايف ان مصلحه بلده كده. ففزاعه التدخل الحكومي دي فزاعه يعني احنا سمعناها كتير، ولكن انا النهارده الدعم يبقى يجي من الدوله المصريه بالعقل كده. في اتحادات بتاخد دعمها من الدوله المصريه مشكوره، لان طبعا الدخل بسيط على قدر امكانياتنا، يعني على قدر الامكانيات، انا عايز 10 مليون، عايز 15 مليون، الوزاره اللي بتدفعه، والوزاره اللي بتحقق لك كل اللي انت عايزه من قرارات وزاريه اداريا، هي اللي بتطلع القرار الوزاري. القرار الوزاري ده بيطلع، واحنا كنا لعيبه كنا ناخد القرار الوزاري ده، كنا نروح باي حته يسهلوا لنا سفرنا. قرار وزاري طالع ده يعني كلمه، معنى قرار وزاري بسفرك دي حاجه قويه جدا. انت النهارده ساعات بيكون بتادي مثلا الخدمه العسكريه، بتادي هنا، لما بيطلع قرار وزاري بتقدر تسافر تمثل منتخب بلدك. فالنهارده مين اللي بيطلع لك قرار وزاري؟ هي الدوله المصريه، هو وزاره الشباب والرياضه.
طيب النهارده ببقى انا بدفع لك الميزانياتك واداريا بساعدك وبذلل لك كل الصعاب، والنهارده مش من حق انا كوزاره اشرف عليك وان انا اراقبك ماليا او اداريا. طب ازاي؟ امال مين اللي يراقب اذا كان الوزاره نفسها بكل ادواتها دي مش هتراقب؟ فالنهارده انا اتصور الفتره اللي جايه، والدكتور اشرف صبحي الحقيقه من الناس اللي عايزه كده وساعت لي كده من اول يوم، ولكن احنا مش هنتكلم عن حاجه وما نتكلمش عن اي امور تانية، ولكن احنا عايزين في الاخر ان ده يبقى مصلحه الرياضه. الوزاره يعني ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى في تنسيق عالي جدا جدا مع المهندس ياسر إديش، وده اللي سامعينه من الكواليس جوه مع وزاره الشباب والرياضه، وهيبقى ده في الاخر لمصلحه الرياضه. كل واحد يقوم بدوره، كل واحد يقوم بالوضع اللي هو القانون مديهوله، في الاخر هتبقى للرياضه. طب اي تعديلات في القانون مين اللي هو من حقه يقدمها؟ هي الوزاره، لان هي اللي شايفه على ارض الواقع هي الوضع. ان شاء الله الفتره اللي جايه حاله اللي كان موجوده دي او حاله الهزه الكبيره اللي كانت في الرياضه هنلاقيها اهدى كتير، وهتلاقي الدنيا احسن. ده تصوري وده ثقتي في الدوله المصريه وثقتي في وزاره الشباب والرياضه ممثله بالدكتور اشرف صبحي. معلش انا استطلت في هذا الموضوع، ولكن انا طبعا من الناس اللي مثلت مصر، واحب جدا دايما الرياضه المصريه وعلم مصر يكون في المقدمه، وقميص منتخب مصر اللي بيلبسه ده شرف كبير جدا جدا، يعني شرف كبير وثمنه غالي، لازم يبقى ليه تضحيات انت تضحيها عشان في الاخر مصر توصل دايما للمركز الاول. هنروح للعبه البدل. زي ما حضراتكم عارفين احنا ادينا للبدل هنا في البرنامج، بالرغم ان هو ما كانش لسه بيمارس جوه النادي الاهلي كنا ادينا له مساحه كبيره. البدل هي لعبه بتتلعب بالمضرب، هي مزيج ما بين الاسكواش وما بين التنس الارضي، بتتلعب زوجي، بتتلعب في ملعب زجاجي يعني مقفول زي الاسكواش، ولكن ملعب شكل التنس بشبكه في النص، ما بيتلعبش فردي، بيلعب اتنين قصاد اتنين. البدل لعبة بتنتشر انتشار غير طبيعي مش في مصر، في العالم كله. فالنهاردة في اتحاد تم إشهاره وبدأ يعمل منتخبات ويشاركوا، وكنا استضفنا منتخب الشباب اللي راح على ما أتذكر كان في الإكوادور. يا جماعة كان في الإكوادور، أشكرك، وشاركوا وعملوا نتائج كويسة جدا في الإكوادور. والحقيقة الاتحاد برضو يعني بيقودوا مجموعة محترمة جدا 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 من الشخصيات، اشتغلوا مع الوزارة، أشهروا جمعيتهم العمومية والاتحاد وبدأوا يشتغلوا. مفيش لعبة هتقدر تبقى لعبة كويسة بدون دوري. أنا ما أقدرش النهاردة نافس ما عنديش دوري. طب إزاي؟ السنين اللي فاتت ما كانش فيه دوري. النهاردة اتحاد البدل أعلن عن 10 أندية تنافس على اللقب الأول للدوري المصري البدل. ألف مبروك، خطوة جميلة جدا 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 في هذا الاتجاه. طيب مين الانديه اللي هتشارك؟ اسمعوا بقى وشوفوا الجمال، لانه الحقيقه اللعبه دي بتنتشر. المجموعه الاولى مين؟ هليوبلس، عز الدخيله، المعادي سبورتنج، وي بدل، في نادي اسمه وي بدل. المجموعه الثانيه نيو جيزه، جزيره الورد، هايت بدل، واتحاد الشرطه، ونادي اليخت. دول العشر فرق اللي هتلعب. طب احنا بنغطي اهو اخبارها، والنادي الاهلي عنده ملعبين على فكره البدل موجودين في فرع النادي الاهلي في الجزيره، وساعات بروح العب. انما لسه ما عندوش فرقه، بس ان شاء الله يعني في القريب ممكن نلاقي النادي الاهلي بدل، خاصه انها لعبه مش مكلفه والنادي الاهلي خلاص عمل ملاعبها. البطوله هتتنظم بنظام الدوري رايح جاي، وبعدين اصحاب المركزين الاول والثاني في كل مجموعه بيصعدوا لقبل النهائي، واللي هيتلعب بنظام الدوره المجمعه. منافسات البطوله هتبدا يوم 16 فبراير اللي احنا فيه، وهيكون ختام يوم 29 يونيو اللي جاي، وهتكون المسابقه من في منافسات 14 16 18 سنه وعمومي ورجال وستات. الف مبروك، خطوه جيده من اتحاد اللعبه، نتمنى ليهم التوفيق. البدل على فكره منشأها اسبانيا. البدل لعبه تم طبعا ده رئيس الاتحاد طبعا اللي بدا في او اللي بدات في اسبانيا، وبتنتشر انتشار كبير جدا. احنا المدير الفني بتاعنا ارجنتيني بتاع المنتخب على فكره، بيلعبها لعيبه التنس والسكواش، يعني ممكن تبقى اكس تنس فتلعبه، ومش لازم تبقى كبير في السن، لا انت ممكن يبقى عندك 19 سنه 20 سنه وتعمل ترانسفير للبدل. لعبه صعبه، ممكن مبارياتها تقعد وقت طويل، بتتطور بشكل كبير. خليكم بقى يعني اسمعوا مني كده وانسوا اللي انا بقوله ده، ممكن يعني بنتكلم بعد سنتين ثلاثه، مش الدوره الاولمبيه دي اللي بعديها، ممكن نلاقي البدل بقى لعبه اولمبيه. يعني اسمعوا كلامي ده ونتكلم بعد 3 4 سنين. انا دايما بيبقى ليا وجهه نظر في الالعاب اللي بتنتشر انتشار كبير. البدل بتنتشر وبقى ليها اتحاد دولي قوي وبقى ليها متابعين على مستوى العالم. انا عايز اقول لكم ان مستر اجوستي بوش المدير الفني لكره السله الاسباني في النادي الاهلي محافظ على لعبه البدل جوه النادي الاهلي، فهي لعبه بيمارسها الكل. وارد جدا ممكن بعد 8 سنين دورتين اولمبيتين نلاقي ايه، زي ما الاسكواش دخل بقى لدوره لعبه اولمبيه، نلاقي البدل بقى لعبه اولمبيه، خاصه ان هي بتنتشر انتشار كبير على مستوى العالم.
هنروح لاحد الاحداث المهمه اللي بتتنظم على ارض مصر. احنا اتكلمنا عن الريشه الطائره بطوله افريقيا 2024 هتلاقي في صاله 4، اتكلمنا على الخبر ده من شويه. النهارده عندنا استاد القاهره يستضيف بطوله كاس العالم لسلاح الشيش. اتحاد الشيش برضو من الاتحادات، ولعبه الشيش من او لعبه السلاح عامه، من سلاح الشيش السلاح عامه، لانه كذا فرع او كذا نشاط من الالعاب اللي بتعول عليها مصر ميداليه اولمبيه. الناس شغاله طبعا، الاستاذ عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد واحد ابرز الشخصيات الرياضيه. انا بقول على هذا الرجل يعني بامانه ما يستحق، ما فيش بيننا وبينه حاجه، ولا يعني ما عندناش اللعبه دي في النادي الاهلي، عشان ما يجيش يقولوا ده هيثم السعيد بيعمل كده في قناه الاهلي عشان احنا عندنا يعني فريق سلاح. لا والله عبد المنعم الحسيني، عندك اتحادات كتيره، اتحاد الريشه الطائره، اتحادات الخماسي، الجودو، التايكوندو، الاتحادات دي اتحادات شغاله وشغاله بقلب وضمير، واحنا داعمينهم من اول يوم. وانا حلم حياتي ان ربنا يكمل مجهود الناس دي، والالعاب دي مش عندنا اهو، ربنا يكمل مجهودهم بميداليه اولمبيه عشان يستحقوا هم كده. وسبحان الله يعني ايه الايام بتعدي، ممكن ده يحصل وتوفيق ربنا يعني مش بعيد عن حد. طيب اتحاد السلاح برئاسه كابتن عبد المنعم الحسيني استقر على اقامه بطوله كاس العالم لسلاح الشيش فردي وفرق رجال وسيدات على الصاله المغطاه باستاد القاهره. البطوله هتتلعب على الصاله رقم 1 و2 باستاد القاهره الدولي في الفتره من 22 لحتى 25 فبراير. وقال مسؤول الاتحاد ان البطوله من المتوقع مشاركه اكثر من 500 فرد سواء كلاعب او مدرب او اداري من حوالي 40 دوله. خلي بالكوا دي تاني حدث اهو مهم بيحصل، الريشه الطائره، وقلنا طبعا الدكتور علي حسام رئيس الاتحاد وجبنا تصريحاته. نتكلم النهارده عن سلاح الشيش، وطبعا دي لقطات من منتخب مصر. انا عايز اقول لكم ان احنا بنتصدر التصنيف العالمي على مستوى الشباب، ونيجي تقريبا في الرابع او الخامس على مستوى الكبار. المره دي هي النسخه السابعه على التوالي اللي مصر تستضيف فيها كاس العالم سلاح الشيش، وده بياكد ثقه الاتحاد الدولي للعبه في مصر والتنظيم المميز ليها. يا جماعه عارفين يعني ايه اتحاد دولي يدي لك سبع بطولات كؤوس عالم ورا بعض؟ انا بتهيالي ده ما حصلش في العاب. طبعا ده الاستاذ عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد، الراجل المحترم المهذب اللي بيشتغل ما بيتكلمش حاجه محترمه جدا. وقال الاتحاد ان كابتن احمد سمير الميداني اللي شفنا سوء ايوه هو ده هيكون هو مدير البطوله باذن الله، لانه نظم اكتر من حدث قبل كده وفي توافق كبير بينه وبين مسؤول الاتحاد الدولي للعبه. وعايز اقول لكم انه طبعا الاستاذ عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد هو عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وعايز اقول لكم انه 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 في ثقه كبيره جدا من الاتحاد الدولي في سلاح الشيش. كل ده حلو ان شاء الله يعني يكمل التابلو ده، يكمل بميداليه اولمبيه، والله يستحقه، والله يستحقه. انا طبعا ما بقولش، انا استغفر الله العظيم يا رب، انا يعني مش انا اللي اقول، الله سبحانه وتعالى طبعا بيدي الناس على قد يعني مجهودهم، ولكن اللي انا شايفه يعني عبد الفقير لله مجهودهم ان شاء الله ربنا هيكلل تعبهم بميداليه اولمبيه، وهم بيشتغلوا على كده. طيب السلاح نجح هنا نجاحين، نجاح زي ما الرمايه نجح، زي ما الريشه الطائره بتنجح افريقيا، زي ما عندنا السلاح الشيش بينجح او السلاح بينجح في التنظيم، يعني بينجح اداريا، لان احنا عندنا كوادر محترمه جدا جدا جدا. وخليني برضو اشيد بحاجه، معلش انا اسف يعني بطول عليكم، بس انا والله بقول لكم كل اللي موجود على الساحه بحكم وجودي في المجله. شركه استادات الحقيقه ليها دور كبير قوي الفتره دي، وبتساند بشكل كبير منتخباتنا، واكبر دليل على كده وهتشوفوا الفتره اللي جايه كمان على فكره مسانده كبيره من شركه السادات الوطنيه لمنتخباتنا، وده هيبقى اد فاليو كبير جدا لما شركه السادات تخش في مسانده منتخبات. انا عايز اقول حاجه كمان، بطوله الشباب لكره اليد اللي اتذاعت على قناه النادي الاهلي، البطوله الدوليه الاولى، بطوله السادات الدوليه الاولى اللي اتذاعت على قناه النادي الاهلي، ولعبنا ثلاث مباريات قويه، هم كانوا اربع فرق، لعبنا ثلاث مباريات قوية واتذاعوا على شاشة قناة النادي الأهلي. وشفنا دور شركة السادات الوطنية برضو في بطولة أفريقيا اللي فاتت لكرة اليد. كل ما تخش الشركات الكبيرة اللي ليها كوادر كبيرة زي كده تساند منتخباتنا، أنا ما بتكلمش على الكورة، الكورة طبعا بتلاقي مساندة من كل طبعا مكان، ولكن أنا بتكلم النهاردة عن المنتخبات، لا دي أد فاليو كبيرة جدا، وإضافة يعني فاليو كبيرة أو قيمة كبيرة لمنتخباتنا بمسدد شركات عندها كوادر إدارية وكوادر فنية على أعلى مستوى. فبرضو لازم أدي لكل يعني دي حق حقه. شركة السادات هيكون ليها دور كبير جدا الفترة الجاية، والحقيقة والفترة اللي فاتت أكيد بنشكرها على ده، وإن شاء الله الفترة الجاية هيبقى فيه شغل أكتر وأكتر بإذن الله. طبعا دي طبعا لوجو شركة السادات الوطنية المحترمة الحقيقة اللي بتقوم بدور كبير،
والحقيقة أنا كنت من الناس اللي شكروا يعني شركة السادات، لأن إحنا كنا بنذيع كأس العالم بطولة أفريقيا لكرة اليد، واللي اتبعت بشكل كبير على شاشة قناة النادي الأهلي، وده شرف كبير. أنا طبعا بغطي أندية النادي الأهلي وبحب طبعا، إنما النهاردة لما نغطي منتخبات مصر في قناة النادي الأهلي دي حاجة بتسعدني جدا جدا، وتسعد كل الأهلاوية إن أنا النهاردة بشوف منتخب مصر وبشوف، وشركة السادات الوطنية اللي ادتني الفرصة دي، وبشوف أبطالي أبطال النادي الأهلي موجودين مع منتخب مصر. وفي الحالة دي إحنا ما عندناش مشكلة، على فكرة إحنا النهاردة لما بنذيع ماتشات منتخب مصر إحنا في قناة النادي الأهلي بنشيد بلاعيبة نادي الزمالك، لأن مصر هي يعني هي الاسم الكبير، ودي قناة النادي الأهلي. إحنا في أوقات كتيرة جدا كان بيبقى مباراة أهلي وزمالك ومعانا ضيف أو اتنين ممثلين عن نادي الزمالك، وأكبر دليل على كده كابتن حسام غريب نجم نادي الزمالك السابق في كرة اليد، واللي كان بيشرفنا في استوديوهات التحليلية نجوم الاتحاد السكندري اللي كانوا معانا كابتن عماد محمود، كابتن محمد إمام ميشو اللي كانوا بينوروا، كابتن أيمن صدقي يعني آسف كان رئيس اتحاد منطقة رئيس منطقة الإسكندرية لكرة السلة سابقا، واللي كان بينورنا. يعني كل الماتشات اللي احنا بيبقى منافسة وجماهيرية كان بيبقى نص الاستوديو الطرف الثاني حتى لو كان نادي الزمالك. فالنهارده احنا عندنا شرف كبير النهارده قناه النادي الاهلي اللي دايما بتبقى سباقه اداره القناه او حتى كمان شركه السادات، النهارده كلنا بنروح في اتجاه واحد وهو مسانده منتخبات. شفنا افتتاح بطوله الرمايه اللي اتعمل في مدينه مصر الاولمبيه في العاصمه الاداريه، الافتتاح العظيم اللي اتعمل واللي حضره طبعا الدكتور اشرف صبحي، وزعناه بعد مباراة قبل النهائي او قبل النهائي بتاعت تونس في بطولة كرة اليد، وزعنا الافتتاح برضو عشان قناة النادي الاهلي. فطبعا اكيد بنشكر شركة السادات ونتمنى ان شاء الله لمنتخباتنا كل التوفيق. هنروح لخبر ثالث مهم مصر بتستضيفه خلال هذه الفترة، 22 دولة تشارك في كأس العالم للقوة البدنية بشرم الشيخ. بالحقيقة قبل ما اروح للخبر، في رياضة كمان طالعة بشكل كبير جدا ومصر بتحقق فيها انجاز كبير، وهي القوة البدنية. وكنا استضفنا ابطال مصر واللي حققوا ميداليات كبيره او ميداليات مهمه في المستوى الدولي، هي دي، هي مجموعه من يعني داخل فيها رفع الاثقال، ده هاف سكوات بتعمل فيها هاف سكوات، يعني مجموعه كنا عملنا عليها حلقه وممكن نعمل عليها حلقه ثانيه عشان نوريها لحضراتكم. من يومين انطلقت بطوله كاس العالم للقوى البدنيه اللي تستضيفها مدينه شرم الشيخ في الفتره من 3 ل 9 فبراير الجاي، طبعا في هذه المدينه الساحره مدينه السياحه طبعا العالميه. واكد اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوى البدنيه ان تنظيم البطوله ده جه بعد قرار من الاتحاد الدولي للعبه، بعد اللي شافوه لما مصر نظمت نسخه السنه اللي فاتت في مدينه الغردقه ونال اعجاب كل الدول واللاعيبه المشاركه. وانتخبنا مشارك في البطوله دي بهدف الفوز بيها بالرغم من مشاركه دول كبيره وقويه زي روسيا وايطاليا وامريكا والمجر والعراق، اقوى دوله في هذه اللعبه الروس. منتخبنا مشارك في البطوله دي ببعثه مكونه من 9 لاعبات و11 لاعب. خلينا اقول انه النهارده بطولات زي دي لما بتتلعب في الغردقه او شرم الشيخ، انت النهارده عندك ضربت عصفورين بحجر. اول حاجه ان انت نظمت فنيا لفرقك وشاركت وجبت كل ابطال العالم عندك ونشرت اللعبه. الهدف الثاني الهيدن اللي مش متشاف واثاره ما بتبانش مباشره، وهي الاثار السياحيه. النهارده ابطال العالم دول كلهم لما ياخدوا صور على البحار وعلى الشواطئ المصريه سواء في الغردقه السنه اللي فاتت او النهارده في شرم الشيخ من يومين دول في شرم الشيخ، دي اكبر دعايه ممكن تتعمل للدوله المصريه. انت النهارده مش ناقصك اي حاجه في السياحه ان انت تبقى دوله عظمى في السياحه، النهارده الدوله المصريه وفرت كل شيء، عندك السياحه الشاطئيه، عندك السياحه الاثريه او القديمه يعني الاثار المصريه، عندك الشمس طول السنه، عندك كل شيء ياهلك لكده. فالنهارده البطولات دي بتمشي في الاتجاه ده. فالنهارده لما تلاقي كل البطولات دي او كل ابطال العالم بييجوا بيتصوروا، اللي البطولات اللي بتتعمل في القاهره بيروحوا الاهرامات يتصوروا في الاهرامات ويتصوروا في المتحف المصري الكبير، يتصوروا في متحف الحضارات، كل ده برضه في نفس الاتجاه. اللي بيروح شرم الشيخ والغردقه نفس الكلام. فالنهارده البطولات اللي بتنظم على ارض مصر بتنجح نجاح كبير، وبيبقى ليها طبعا زي ما قلنا عصفورين بحجر، وده في الاخر بيصب لمصلحه الدوله المصريه، كل واحد في مكانه لو عمل اللي عليه اكيد في الاخر مصر كلها تطلع لقدام. هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين عشان نستقبل الاسطوره اللي اتكلمنا عنها في بدايه الحلقه فاطمه عمر، من وجهه نظرنا ومن وجهه نظر الكثيرين هي افضل رياضيه في تاريخ مصر، واللي حصلت على 6 ميداليات بارالمبيه في تاريخها في كل الدورات الاولمبيه اللي شاركت فيها البارالمبيه اللي شاركت فيها ابتداء من سنه 2000، 6 ميداليات 4 ذهب و2 فضه. هيكون معانا بعد الفاصل الاسطوره الكبيره فاطمه عمر.
اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه طبعا برحب بالرياضيه الاعظم في تاريخ مصر، صاحبه الست ميداليات بارالمبيه، بدا من سنه 2000 حتى 2020، 4 ذهب و2 فضه. برحب بالاسطوره الكبيره فاطمه عمر. اهلا بيكي، ربنا يخليك كابتن هيثم. كابتن انا سعيده ان انا ورانا. معاك النهارده، ويمكن انت اول حد اطلع معاه من بعد الاعتزال. انا بشكرك، وطبعا يعني انا عرفت ان حبيتي يبقى المحطه الاولى ليكي اعلاميا هي في قناه النادي الاهلي وبنات الابطال. اكيد ده شرف كبير لينا، وده ايماننا بيكي دايما موجود، والجميل بقى ان انت ايمانك بينا بقى هو اللي موجود المره. اكيد طبعا قناه الاهلي قناه كبيره جدا، الناس كلها تفتخر ان هي تكون موجوده ضيفه فيها. ومن برنامج حضرتك بحب طبعا اهني كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن على توليهم اداره تدريب المنتخب، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان هم يكونوا على قدر المسؤوليه ويحققوا الانجازات الكبيره اللي مصر بعيد عنها بقى لها فتره. طبعا اكيد احنا بنشكرك، وروح طيبه جدا انت حتى مش ناسيه منتخب مصر كره القدم، واكيد بنتمنى لهم كل التوفيق في المهمه القادمه ان شاء الله. أكيد. كابتن، قرار اعتزالك، يعني احنا محتاجين نعرف ايه اسباب وليه قررت الاعتزال بعد مشوار طويل، 6 ميداليات اولمبيه منهم 4 ذهب و2 فضه، يعني دوافع القرار او اسباب القرار ايه؟ والله انا مش عايزه اخش في تفاصيل، ولكن هو القرار جه بعد ما في اصابه حصلت شهر 8 اللي فات، وللاسف انا يعني هو للاسف احنا اتاخرنا على ان انا اكمل علاج فيها او اتعالج كويس، فبصيت لقيت الوقت خلاص اذف بيا وما كانش هينفع ان انا اكمل لغايه باريس، فحبيت ان اطلع وانا شكلي كويس يعني. طيب، وهو هل يعني انت حبيتي تخرجي من الباب الكبير، يعني حبيتي حتى لما تيجي يعني تعتزلي اللعب تكوني خارجه من الباب الكبير، صح كده؟ اكيد ما فيش رياضي بيحب يعني ينهي مسيرته الرياضيه وهو مهزوم او هو خارج الناس، اخر حاجه الناس فاكراها له ان هو اتهزم او كده. ففكرت كتير قبل ما اعتزل، يعني فكرت حبه كتير لغايه ما وصلت للقرار، خصوصا ان انا الحمد لله لما خدت القرار كنت احسن رياضيه في 23 طبعا، وحصلت على جائزه فاطمه بنت مبارك في ابو ظبي في احسن لعيبه عربيه، والحمد لله برضو يعني اعتزلت وانا اول افريقيا، وده كان هنا في مصر، واعتزلت وانا اول جمهوريه. فطبعا ما فيش حد يتمنى ان هو يعني يبعد عن الحاجه الحلوه دي يعتزل بيها يعني. صح، قرار يعني يمكن بنحترم توقيته، واكيد احنا بندعمك في كل الاحوال وفي كل القرارات. حضرتك قلت حته مهمه جدا، انا اخرج من الباب الكبير، وان انا اخرج وانا اخر حاجه ليا كانت ميداليه اولمبيه يعني كبيره في ميداليه اولمبيه في 2020، والنهارده 6 ميداليات، فعندك تاريخ كبير جدا وتاريخ عريض، والكثير اجمع ان انت بالاداء بالنتائج انت افضل رياضيه على مدار التاريخ رياضيه مصريه طبعا، وخاصة ان انت تحديتي امور كتيره يا كابتن، تحديتي الاعاقه، تحديتي الظروف طبعا اكيد ان انت ام وليكي اولاد وبيت، تحديتي المنافسه الخارجيه بقى النهارده دول كبرى بتدعم لاعبتها وابطالها بملايين، ومصر طبعا اكيد دعمتك على قدر استطاعتها وانت ما خذلتيش مصر. خليني ارجع بقى اتكلم عن تاريخ، خلينا نحتفل النهارده بتاريخ كبير انت حققتيه. هنبتدي بسنه 2000، خلينا بلاش نبتدي الاول، ليه رفع الاثقال؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلانا منذ البدايه قبل سنه 2000 اللي خلانا نخش اصلا رفع الاثقال؟ اللي خلانا نخش رفع اثقال زي ما حضرتك قلت كده، ان انا كان عندي هدف ان انا اكون اعظم امراه في العالم، وده الحمد لله حصل. يمكن انا مش الحمد لله مش اعظم رياضيه في مصر بس، وبل بالعالم، ان الحمد لله ما حدش يعني حقق 6 ميداليات. صحيح. غير الحمد لله انا. صحيح. فانا من بدايتي طبعا الحمد لله ربنا من عليا بشلل الاطفال، ودايما بقول ربنا من عليا، لان لو ما كانش عندي الموضوع ده انا ما كنتش هبقى بطله النهارده. صح. فلما ربنا من عليا بيها، يعني ان كان الوقت ده الناس كلها عندها ما عندهاش ثقافه ازاي التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه. نعم. وكانوا دايما بيعاملوهم بشفقه وعطف وحاجات كده، يعني ممكن بتجرح الانسان ذوي الاحتياجات الخاصه شديد قوي، يعني بتجرحه جامد يعني. بالظبط. فانا ما كنتش حابه النظره دي، ومش حابه الناس تبص لي كده، ومش حابه ان انا دايما هم شايفين ان انا يعني انا اللي اعتمد عليهم مش هم يعتمدوا عليا. فكنت نفسي ان انا اغيرها واغير النظره دي يعني عند المجتمع كله، واقول لهم لا، ان ذوي الاحتياجات الخاصه ده انسان عادي زي خالص، زيه زي اي حد، هو بالعكس هو بس يعني ربنا اخذ منه حاجه بس اداله حاجات تانيه كتير. نعم. يعني انا كنت اقوى من اخواتي، يعني انا ما شاء الله، يعني انا كنت اعمل حاجات اخواتي ما عرفوش يعملوها. انت عملتي حاجات العالم كله ما عملهاش، ده اللي بياخد ميداليه اولمبيه ما عرفش نكلمه، ما بيردش علينا. النهارده 6 ميداليات اولمبيه انت واخداها
يعني ومنتهى التواضع ومنتهى يعني الجمال في الكلام والثقافة. ربنا يكرمك، ربنا اتفضلي يا يخليك كابتن. يا كابتن هيثم يا رب. ففكرت مع نفسي كتير انا ازاي اغير النظرة دي، وازاي اخلي الناس تتعامل مع اللي عنده حالة خاصة ان هو يتعامل معاه صح. ايه كان ان انا اعمله عشان اغير النظرة دي؟ يعني كتير من ذوي الاحتياجات الخاصة بيتعلموا بيشتغلوا ولكن ما غيروش ثقافة. نعم، اللي غير ثقافة لازم تكون معروف. طب انت هتتعرف النهاردة ازاي؟ غير يا اما عن طريق الرياضة، يا اما عن طريق بقى تعمل حاجة خرافية بقى محدش عارفها. بالضبط. فانا فضلت ان انا العب رياضة، ولما جيت اختار رياضة يعني اخترت رفع اثقال عشان هتبقى مختلفة. برافو، صح. لان فتاه مصريه تلعب رفع اثقال وتتميز فيها هتبقى فعلا حاجه ملفته بالظبط وهتحقق لك الهدف اللي انت كنت بالظبط، عايزاه. عشان يوم ما هتعرف، يوم ما يعني الناس كلها هتعرفني، يوم ما كل اقدر اثبت كلامي للناس كلها. نعم، انا بنت ذوي احتياجات خاصة، ميزاني 29 39 كيلو، وقدرت ان انا اتحدى المستحيل، وقدرت ان انا العب رياضة الرجال ما بيقدروش عليها. صحيح. كنت اول من اول الجيل اللي لعب رفع اثقال، من اول من اسسوا رفع اثقال في مصر من البنات. نجحت الحمد لله من اول بطولة بعد 15 يوم تدريب، وحصلت على ميدالية ذهبية في بطولة الجمهورية. طب رحت اتمرنت فين يا كابتن؟ يعني بدأت تتمرني فين؟ يعني عشان تحققي حلمك ده شفت فين رفع الأثقال ورحت له ازاي؟ المهم جدا الخطوة الأولى. انا كنت بتعالج في معهد شلل الاطفال، لان اي حد كان عنده شلل اطفال كان بيروح كان المعهد معهد شلل يتعالج الأطفال. فيه، بالظبط. ولقيت ان في ناس بتتمرن جوه وفي ملعب جوه في النادي في المعهد فعلا. نفسه. فسالتهم انتوا يعني بتعملوا ايه وبتلعبوا ايه؟ فقالوا لنا ان احنا في نادي تابع لينا اسمه نادي شلل الاطفال، هو دلوقتي اسمه نادي ياسمينة، ده خاص بذوي الاحتياجات الخاصه، ممتاز. عندهم العاب كتير ممكن حضرتك انك تروحي وتشوفي وايه اللي يناسبك وكده يعني. كانوا قريب من البيت؟ لا ما كانش، خالص كان بعيد. خالص، طب حلو. انا ساكنه في حلمية الزيتون والنادي كان في امبابه، مشوار كنت وانا كنت بتروحي؟ لا افقه شيء، يعني كانوا يعني اسرتي بتخاف عليا جدا، ما كنتش بخرج ولا بروح ولا باجي ولا بعمل اي حاجه. فبالفعل عديت الطريق بين المعهد وبين النادي، تعديت الطريق ودخلت واتفرجت، وقابلني كابتن ايمن محمد علي وقال لي انت جايه بتعملي ايه؟ قلت له انا عايزه العب رفع اثقال. فبص لي وقال لي ازاي هتلعبي ده انت قليلة جدا. يعني البار اتقل منك. فقعدت اتحايل عليه واقول له جربني وكده، كان ولو في ما بنات نفعتش بتمرنوا ولا ما كانش؟ كان في بنتين بس هم اللي كانوا كانوا بيتمرنوا، قدامك. كانت كابتن فاتن حجازي وكابتن حنان فؤاد، دولت كانوا فاكراهم؟ طبعا دول هم اول حد لعب بطولة افريقية، انا جيت وراهم على طول. وقلت له جربني وألحيت عليه ان هو يجربني، وبالفعل جربني وعملت 55 كيلو في اول ماسكت بار، فاكرة سنة كام؟ كانت سنة 94. يا خبر أبيض، ما شاء الله. كان عندك كام سنة ساعتها يا كان كابتن عندي تقريبا؟ حوالي 19 بس سنة. كان عندك إرادة، يعني حتى ابتديتي متأخر توصلي 19 سنة وتشيلي البار، تعملي 55 كيلو من أول رفعة بار. هو في الوقت هو ده أكيد اتصدم. اتصدم فعلا، اتصدم وبص لي بصة إعجاب شديدة جدا وقال لي انت مش هسيبك، انت برافو، قريب جدا هتبقي حاجة كبيرة، خليكي ما شاء معايا الله. وهوصلك للعالمية. والحمد لله فضلت معاه اكتر من سنتين يعني العب بطولات الجمهوريه وكاس مصر وكده. وجيت الصدمه الكبرى ان مفيش منتخب بنات هيتعمل لمصر او للعالم كله، مش هيبقى فيه منتخب بنات رفع اثقال. يا خبر ابيض، ده كان قرار طبعا، انا لما سمعت القرار ده قعدت في البيت، زعلتي زعلت وقعدت طبعا، في البيت، ما رضيتش اكمل، حلمك وقف. ما رضيتش اكمل، مع ان كان في العاب تانية حل. ممكن اروح فيها، وممكن بس انت حاسه نفسك في رفع انا الاثقال، عايزه صح؟ دي، انا عايزه دي. حابه اللعبه دي عشان حاسه لو نجحت فيها بجد يعني انا هكون ثبت العالم كله ان مفيش حاجه اسمها اعاقه. ما شاء الله، ما شاء الله. وبعد سنه او سنه ونص لقيته بيكلمني وبيقول لي تعالي لي عشان هيعملوا منتخب والمدير الفني بيدور عليكي. كان دكتور علي السعداني ربنا يديله الصحه. ربنا يديله الصحة. وبالفعل اول ما خدني ورحنا عند باب المركز الاولمبي قال لي انسي كابتن ايمن، انسي تدريبي، انسي اي حاجه انا قلتها لك من الباب ده، انت تبع الراجل اللي جوه ده اللي يقول لك عليه تعمل ايه. ما شاء وكانت الله. الانطلاقه من هنا سنه 97. وأول ميدالية، طب 97، إحنا أول ميدالية بنتكلم 2000، لا صح؟ انا 97 كانت اول بطوله دوليه، كانت اوروبا المفتوحه في سلوفاكيا، دي كانت اول بطوله للبنات، عملت فيها إيه؟ عملت فيها ميداليه ذهبيه. على طول يعني من اول مشوار كان كاتك الله اكبر صاروخ. الاتحاد الدولي كان عامل رقم مهمي كده 67 لوزني، كان وزني 44، عملت 80 كيلو.
الله اكبر، كسرت الرقم. كسرت الرقم الله أكبر. وكنت البنت الوحيده في البطوله اللي عملت تحليل دوبينج منشطات، علشان ما كانوا يعني كانوا شاكين ان انت بتاخدي دوبينج بتاخدي منشطات، مش طبيعي ان حد يعمل كده. لان انا كنت وزن 41 كيلو تشيله ضعف وزنك. الله اكبر. حاجه بص انا عايز اقول لك ان انا والله انا جسمي بيبقى اشعر انت بتحكي كده، لان فعلا يعني لا لا انت بتتكلمي، انت كوكب تاني، انت عايشه في كوكب تاني. تحدي واراده وان انت توصلي لده. انا مش عايز اقطعك، خلينا نكمل. خدنا اول بطوله 97 98 كانت بطوله العالم في دبي، ودي كانت اول بطوله عالم للسيدات، والحمد لله برضه حصلت فيها على الميداليه الذهبيه وكسرت الرقم العالمي 4 مرات. مين اللي انت جيتي عليه كان بطل عالم بيكسب ساعتها او بطله عالم؟ ما كانش فيه بنات، لان طبعا زي ما لسه قلت لحضرتك كانت هي كابتن فاتن حجازي، كانت هي لعبت بطوله واحده في ستوكمان ديفيلت اعتقد، ولكن انا جيت على جيل كبير جدا من الولاد. نعم. منهم كابتن احمد جمعه الله يرحمه، اسطوره رفع الاثقال. الله يرحمه. ده يعني توفاه الله وهو كان عامل 5 ميداليات، ما شاء الله، 3 ذهب و2 فضه. وكان في طبعا كابتن مصطفى دلوم، كابتن هبه النعيم صلاح، كابتن شيف الحسيني، دول يعني انا مش عايزه انسى حد، بس طبعا انا دخلت عليهم هم كانوا عمالقه اللعبه. طيب طبعا مش هقدر انسى الاسطوره سعيد عبد الحافظ، ده هو اول راجل طبعًا مصري لعب رفع اثقال في مصر. طبعا طبعا كلنا عارفينه. طيب وصلنا لاول اولمبياد ليكي 2000، فاكره ايه ملابساتها؟ ايه اللي حصل؟ رحت ازاي؟ هل كان ساعتها في ذلك الوقت كانوا متوقعين لك ميداليه ذهب ولا لا؟ انت يعني عايز فوق البرنامج برنامج. ايوه انا عايز امشي واحده واحده، مش هنعدي 6 ميداليات دول، هناخد حقنا فيهم كويس قوي. سيدني كان ليها برضه ظروف خاصه. سيدني كان بقى الحلم الكبير، انا ثبتت لاسرتي والشارع والجيران والمصر، بس عايز اثبت للعالم، عايز اثبت بقى للعالم. دي اول دوره اولمبيه، يعني انا كده هوصل بقى مفهومي للعالم كله. وحلمك اللي انت ابتديتي عشانه بالظبط، ان انا اوصل صوره ان اصحاب الهمم او اصحاب الاعقاد بني ادم طبيعي، بالعكس ده ممكن يمثل بلده احسن من الاسوياء. انا نسيت طبعا كابتن عماد بهجت، طبعا كابتن عماد من مؤسسين رفع اثقال، وانا افتكرته عشان هو قال لي كلمه واحنا في طابور العرض بتاع سيدني وقال لي إيه؟ اللي ما مشيش في طابور عرض ما حضرش اولمبياد. شرف كبير جدا. فقبل سيدني ب6 شهور بالظبط، طبعا انا كنت بتمرن تمرين من النار عايزه اوصل لحلمي. قبل سيدني حصل لي حادث كبير، حادث سير، ورجلي يعني الفخذ اتقطم وحطيت شريحه ومسامير، وقالوا ما استحاله هتقوم قبل 6 شهور. حادث سير تاني حصل لك ده وفي نفس الرجل قبل سيدني ب6 شهور او 7 شهور بالكتير. يعني ايه يا جماعه ده؟ طبعا انا عايزه اقول لك على حاجه وما قلتلهاش لحد قبل كده. يعني انا وانا بنزل من فوق، انا طرت حوالي 15 متر وانا بنزل من فوق. هتضحك عليا لو قلت لك تفكيري كله ان انا يعني انا خلاص حسيت ان انا صاحيه، انا ما متش، ولكن وانا نازله بفكر ان انا ازاي ما اقعش على ايدي عشان ايدي ما يحصل لهاش حاجه عشان اعرف العب البطوله. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض يا جماعه. شوفي حلمك عايش معاكي حتى في أسوأ اللحظات تمر بيها. والله مش عايزه تقع على ايدك، بتعديل جسمك مش مشكله كده. ويمكن ده ضعف الاصابه، ان انت ممكن تكوني نزلت على رجلك، لو كنت نزلت على ايدك كنت ممكن تسندي شويه بالظبط، فكان ممكن يبقى اصابه في الايد، بس مش تهتك في ويمكن الفخذ. اول ما نزلت قعدت اعمل كده لحد ما لقيت ايدي كويسه، فبدات اطمن بدور على رجلي بقى لقيتها مش موجوده. لا حول ولا قوه الا بالله. فطبعا الدكاتره قالوا ان استحاله ان هي تتحرك قبل 6 شهور، ان العمليه كبيره، وكانوا واخدين كمان عظمه من عظمه الحوض. فانا بلعب طبعا بنص اللي فوق وطبعا بترس بنص اللي تحت طبعاً. فكان لازم يكون عامل مساعد معايا. بدات احس ان الحلم اتسرب ما بين ايديا. بعد 15 يوم جالي دكتور علي السعدني، وطبعا راجل ليه فضل عليا كبير، وقال لي انت هتروحي المعسكر، هبعت لك عربيه وهتروحي المعسكر. قلت له يا دكتور ده انا ما بقومش من السرير، اروح ازاي؟ قال لي عندك حلم وانا حلمي معاكي وهنحققه احنا الاثنين، عارف ان ارادتك قويه وعارف ان انت هتقدري وعارف ان انت نفسك في الميداليه. دي تتعمل فيلم. انا عايز اقول لك، انا بقول يا جماعه لصناع السينما على الهوا، انا بقول لصناع السينما على الهوا يا جماعه، حياه فاطمه عمر لازم تتعمل فيلم بجد. باللي انا بسمعه ده احنا في مصر محظوظين ان احنا عندنا بطله زي دي. والله يتعمل فيلم، ومش فيلم ده، يتعمل يعني كل ميداليه اولمبيه دي تتعمل مسلسل، تتعمل يعني بارت، يعني جزء من الاجزاء. اتفضل يا كابتن.
رحت وبالفعل لعبتي بعت لي بعد العربية العملية؟ وشالوني ورحت المعسكر، وكان بترافقني زميلتي جيهان جلال. يعني هو الكابتن قال لي اختاري حد من زمايلك يقعد معاكي عشان يقدر يساعدك وكده. وبدأت أنزل أول تمرين، ومش قادرة أقول لك بقى على كمية الألم اللي أنا كنت بحس طبعا بيها. طبعا كنت طبعا. كل محاولة بقوم ودموع على خدي، لا إله إلا الله. وأقول له مش قادرة، يقول لي هتقدري، ويشدني من إيدي يقومني ويقعدني وكل ده. بدأت تمرين قبل البطولة بقد إيه؟ بدأت أنا أصلا ما قعدتش 15 يوم بعد الحادث ورحت المعسكر وأنت عاملة وأنا العملية؟ عاملة العملية، لا كانت إله إلا تقريبا الله. الغرز لسه ما قفلتش يعني. إيه التحدي ده وإيه الإرادة دي يا جماعة؟ والحمد لله يعني اتمرنت وسافرت، وفضل ربنا عليا كان كبير جدا. عملت أول ميدالية، ويمكن أنا البنت الوحيدة في سيدني اللي عملت ميدالية دهب في ما شاء مصر. الله. ايش ساعتها كان معاكي كام منافسين؟ كانوا كام كانوا لاعبة؟ كتير كانوا كتير. كتير، احنا في الأولمبياد بنوصل لحد أحسن 8 على العالم، يعني في التصفيات بيصفوا وبناخد أحسن 8 على العالم بتبقى بيشاركوا في الأولمبياد. يعني انت في سيدني تحديتي طبعا الإعاقة العادية، وتحديتي حادثة السير، العربية رفعتك 15 متر ونزلتي وتعرضتي لعملية صعبة جدا، تحديتي المنافسين اللي بيتصرف عليهم واللي بتعدوا عشان اليوم ده، يعني انت تحديتي كل ده وخدتي دهب. حصلت على الميدالية الذهبية وكسرت الرقم البارالمبي 4 مرات في 4 محاولات، الله وعملت اكبر، يعني أنا ده كنت عاملة اعجاز، 80 في بطولة العالم، عملت 110 ده اعجاز في سيدني. اعجاز. طيب خلصنا سيدني 2000، عندنا 2004، بس في الفترة دي أكيد كان في إعداد، كان في شغل، مصر بدأت بقى المسؤولين يؤمنوا بيكوا ويؤمنوا بيكي، أيوة تمام واتحاد دولي شافك، والناس كلها بدأت تتكلم عن فاطمة عمر، فاطمة عمر، فاطمة تمام عمر، بس انت محتاجة تثبتي وتأكدي ده. الأربع سنين اللي كانوا ما بين 2000 و2004 وكان جايبين مشوا ازاي؟ اللقطة بتاعتي في المحاولة اللي كسبت فيها في سيدني، كانت محطوطة على تتر الشاشة في حفلة الختام بتاعت سيدني. ما شاء الله طبعا، لأنه رقم ما اتحققش قبل كده، يعني بكل المقاييس معجزة، يعني إعجاز. طيب بدأنا، رجعنا من 2000 وبدأنا بقى رحلة العالمية، خلاص أنا بقيت بطل أولمبية، وانا قلت لك اللي بياخد ميداليه ما نعرفش نكلمه، فانت ما شبعتيش، قلتي لا انا مش كفايه عليا ميداليه واحده، انا هشتغل. عملت ايه بقى من 2000 ل 2004؟ في 2002 كانت بطولة العالم في ماليزيا ليها قصة برضه تاني. يعني طبعا كنت حاطة الشريحة والمسامير، وجيت وقعت على رجلي في المعسكر وحصل نزيف داخلي نعم. قبل البطولة بشهر. يا نهار ابيض، تاني؟ تاني ليها بشهر بالظبط. احنا المفروض بقى كانت تعملي حسابك ان قبل البطوله بشهرين ثلاثه استخبى. تستخبي في حته. لا ايه ده انا على فكرة انا جه علي وقت لو كانش بيحصل لي حاجة قبل البطولة كنت بتشائم. يا نهار ابيض، من كتر ما كل بطولة بيحصل لي حاجة. بس ده بيزيدك اصرار. طبعا انا حصل بالفعل، زي رجلي كان فيها زي غرغرينة، والدكتور صمم ان هو يعمل لي عملية، وانا كان فاضل لي شهر بالظبط على بطولة العالم، وانا رفضت. يمكن في الوقت ده كان مكتوب كتابي وجوزي سمع الكلام ده. طبعا ما انا عارف. حلف طب عليا. انت اتجوزتي سنه كام؟ 2000 انا وكام؟ اتجوزت 2003. 2003، بس كنت 2002 كنت مخطوبه. مكتوب كتابي. تمام فحلف تمام عليا بطلاق ما انا مسافره الا لما اعمل العمليه، رجلك اهم من البطوله. وعشان هو حلف فانا عملت العمليه وسافرت برضو وانا رجلي مربوطه. يا كابتن فاطمه، انت بصراحه يعني ايه كميه الاراده دي؟ وبرضه الحمد لله حصلت على الميداليه الذهبيه وكسرت الرقم العالم وعملت انت كل 115. مره عمال تكسري رقمك، انا يعني انت كل صاحبه الرقم. بطولاتي لحد 2016. 2016 كانت اول ميداليه فضيه في حياتي. ده انت يوميها انا فاكر كنت رجعتي حتى لك تصريح ان انت كنت زعلانه زي انا فاطمه. زعلانه لان انا ضربت الرقم في البطوله، ضربت الرقم، وزعلانه لان انا كان معايا اكتر من كده بكتير. انا ماشيه ب 150 كيلو بنج، ولكن هي الظروف اللي حصلت، الملابسات والتغيير والحاجات اللي حصلت هي اللي افقدتني الميداليه، لكن الميداليه كان بتاعتي. مش هننط 2016 دلوقتي، خلينا في 2004. 2002 كانت بطولة عالم وكانت صعبة، وتعرضنا لضغوط قوية وإصابة تانية زي اللي كررت برضو عملية تاني في 2000. من 2002 ل 2004 رايحين على الأولمبياد، هل كان في مشاركات دولية؟ هل كان في حاجة ولا أو كان في برضو عمليات؟ كان في حاجة؟ أنا بطمن بس. كان في شهد. كان في بيبي بقى، بنتك الكبيرة صح؟ شهد، ما شاء الله، الله كان أكبر. في ان انا خلفت شهد، وكان عندها بالظبط حوالي 5 شهور. وبداوا ان هم يبعتوا لي عشان اخش المعسكر. 4 شهور ومعاكي بنت وربة بيت ومسؤول عن أسرة وحديث الزواج وكل ده، وطبعا في إعاقة وفي
منافسات خارجيه مع ابطال لا يكل ولا يمل وعايزين يكسبوكي، ولا في حاجه يعني انت زينا يعني العقل موجود برضو كده وبتفكري زينا يا كابتن؟ طيب انا في 2004 سافرت بطوله لوحدي عشان اتاهل، من غير مدرب، من غير اداري، من غير رئيس، من غير اللقطه اي دي حد. فين يا كابتن؟ اللقطه دي كانت في بكين 2008. دي الرفعه اللي خدنا فيها الميداليه. الله اكبر، دي 2008 مش دي اللي انا خدت فيها الميداليه، اللي الذهب. بعديها ده مدرب روسي وكان واقف باصص لي كده، كان واقف عشان كان البنت الروسيه هي اللي بتلعب ورايا. كانت هي اللي بتلعب وراك. وده كابتن نبيل طبعا وكابتن عبد الحكيم الله يرحمه، دول يعني من افضل الناس اللي مرنوني. انت كنت سقعانه في اللقطه لا لا دي ولا ايه؟ هو بس عشان عشان ما تعنيش برد. الكاميرا، لا الكاميرا بتيجي علينا زوم قوي، فبيبقى فيه طبعا رعشه كده عادي مش عند عايزه اي تباني، لاعب يعني. مش عايزه تباني، عايزه تباني بكل قوتك طبعا. طبعا لحظات كل بقى تفتكر اللحظات دي يا كابتن، يعني يعني الحمد لله ان انت دي يعني كنت داخله اضرب الرقم البارالمبي للمره الرابعه، هي ديت بس يرى. حتى الطاره الصغننه دي اللي كان ضرب الرقم ده، كان الصغيره الصفرة دي ده كان 141 كيلو، يعني طبعا دي وده نص كيلو، نص نص من كيلو. هنا ونص من هنا بقوا كيلو، هو ده اللي ضربت بيه الرقم. ما شاء الله. طب نرجع تاني، بس انا مش عايز لقطه تفوتني. نرجع تاني احنا طبعا، نرجع تاني 2004 كانت شاهده عندها معاكي 4 شهور وطلبوكي وهي عندها امرها 4 شهور. وطلبوني على اساس ان انا هاجي من غيرها، فانا طبعا يعني انا ما كنتش يعني رافضه جدا ان انا اسيب بنتي في الوقت ده واروح معسكر واسيبها. فطلبت من الدكتور نبيل سالم ربنا يديله الصحه والعافيه ان انا اخد بنتي معايا المعسكر. قال لي هتقدري ازاي؟ قلت له انا هقدر. خدت بنتك معاكي؟ ودي كان اول بيبي يخش المركز الاولمبي، يا خبر ابيض يا جماعه. وخدتها معايا. طبعا لك ان تتخيل اني ام بتسهر ببنتها طول الليل وهي 4 شهور. حول ولا قوة إلا بالله. طبعا لو تعبت، لو جعانه، لو عندها مغص، لو اي حاجه وتعيط، كنت بطلع اقعد في الكوليدور بره لغايه حد ما تنام وبعدين اخش لان معايا ناس في الغرفه. وكنت بسيبها مع زمايلي زميلة البنات وانزل في تمرين الولاد. خبر ابيض يا جماعه. يا جماعه انا بحس، انا حاسس اني بتفرج على حلم. يعني النهارده انت يعني معلش خلينا نتكلم بكل امانه بقى، يعني برضو الواحد اللي عنده اعاقه بيبقى محتاج ناس تساعده، يعني صح ولا غلطان؟ بيبقى محتاج مثلا حاجه هو حد. اكيد طبعا كان طبعا في ناس كتير بتساعدني طبعا، اكيد بس يعني. النهارده انت اللي بتساعدي الناس. انا معلش انا اسف، انت اللي بتساعدي بنتك، انت اللي واخده بالك من بيتك، انت اللي جايه التمرين عشان عايزه تروحي تاخدي ميداليه اولمبيه تانية. ما انت خدتي خلاص ميداليه اولمبيه، ما كفايه، ما ممكن واحد يقول لك ما كفايه، ما بقيت بطل اولمبي. فالنهارده انت بتستعدي للاولمبيات 2004. دي كانت فين 2004؟ كان في اتينا اتينا. دي اللي خد فيها كرم جابر برضو الميداليه. بالظبط. وبتستعدي لده وانت معاكي بيبي ومعاكي في المعسكر. طب وكنت عملت كمان غيرت الوزن، يعني غيرت الوزن وطلعت للفئه اعلى، يعني في الفئه الاعلى كانت عايزه تركيز اكتر وارقام اكتر. طبعا، يعني لانه انا في سيدني كنت عامله 110، في اتينا عملت 130. طبعا اللي دخلت مع احجام اكبر وكتله عضليه فكانت اكبر. عايزه تركيز في التمرين اكتر بكتير. طلعت الوزن ده قبل الاولمبياد بقد ايه؟ انا جيت من الولاده بالوزن ده. بالوزن ده انت بالوزن كده ده بنتكلم في حوالي سنه مثلا تقريبا، مش سنه قوي، تقريبا اقل من سنه، تقريبا سنه. نقول سنه رحتي في الوزن الاعلى. ازاي يا جماعه؟ ده هما دايما انهي حتى عقل كانوا يقول دايما ان انت جاي يقولوا تاخدي فاطمه ميداليه؟ عمر بتيجي في شهرين بترجع مستواها، تروح تجيب ميداليه وتيجي. طيب استعديت لغايه الاولمبياد، كان شهد عندها كم شهر؟ شهد كان لسه عندها تقريبا حوالي سنه الا. راحت معاك الاولمبياد؟ لا لا سبتيها طبعا مع بابا، سبتها مع اختي مع اختك. طيب وبعد كده رحت الاولمبياد، كنت تتخيل انت هتجيبي ميداليه وانت بغير وزنك؟ يعني احنا بنبقى ماشيين عارفين معانا ارقام وعارفين الارقام اللي احنا هنروح نافسها، فبنبقى عارفين مين هي بمين؟ بالظبط. وجبت ميداليه. وجبت ميداليه الله وكسرت اكبر. الرقم برضو 4 مرات. طب كنت انت البنت الوحيده اللي جابت ذهب برضو في لا البطوله دي؟ في اتينا كانت في هبه سعيد جابت معاها هبه ده. سعيد جابت معاكي ميداليه. الله اكبر ما شاء الله. دي تاني ميداليه اولمبيه. دي تاني ميداليه. نظره العالم ليكي كان ايه وانت تاني مره تقفي على الستيج في الميداليات من هنا دوره الكره تعرفت الاولمبيه؟ بقى مين فاطمه عمر، وان هي يعني لعيبه قويه جدا. يمكن فريق السين بمدربه كان يجوا ينحلوا لي احتراما كده طبعا ويقعدوا طبعا. يعرفهم عليا، ما كانوش بيقولوا فاطمه بقى، كانوا يقول لهم عمر، كانوا يعني مسميني عمر. لان يمكن عمر اسهل شويه يعني في النطق. فطبعا انا كنت ببقى مبسوطه جدا ان انا يعني مثلت بلدي وعملت لها يعني شو. حسيت ان انت حققت حلمك اللي من البدايه،
اه طبعا كنت بدأتيه اه عشان طبعا تعرفي العالم كله يعني مين انا هي؟ قبل ما العب رياضه كنت بمشي اتكسف من اعاقتي، كنت بمشي مش عايزه حد يشوفني، مش عايزه اتعامل مع حد، عامله زي اللي يكون عندي توحد يعني، سوري يا لاصحاب خبر ابيض. التوحد طبعا على راسي، عشي طبعا ولكن ما عشت كنتش عايزه زمان اعرف حد خالص. وبعد الرياضه لا، ده انا ماشيه وكل فخر بنفسي طبعا واعتزاز طبعا، والحمد اتكرمت من لله كل يعني، مكان. الحمد طيب لله. يعني انا لو انا يعني انا هيثم خدت ميداليتين اولمبيتين، انا هو قدامك قاعد قدامك، هقول كده اتعشت انت يا عم بطل زي العالم في حب الناس. لا هقول انا اتعشت وكده زي الفل، انا خلاص بقى عندي بيبي وخلاص بقى اشوف بيتي واشوف عيالي واركز معاهم وخلاص كده حلو قوي. ايه اللي خلاكي بعد ما رجعتي من اثينا تقولي لا انا عايز اجيب مدينه ثالثه؟ انا بحب النجاح، بحب النجاح جدا، وطبعا يعني ورا كل نجاح بيبقى في حد دافع للنجاح يعني، بجد جوزي كان دايما بيدفعني ان انا اواصل مسيرتي في الرياضه وفي النجاح بتاعي، وكل بطوله كنت بنجح فيها كان يقول لي انا حاسه انا اللي بنجح مش انتي، ما شاء الله. يعني حتى لو قلت انا خلاص مش قادره اكمل ولا بتاع بيفضل يديني بوش عشان اكمل يعني يعني. نقدر نقول ونعكس المثل اللي بيقول وراء كل عظيم امرأة، نعكسه ونقول وراء كل عظيمة رجل. أعظم منها. لا والله العظيم، تروح. والله العظيم انت جميلة وحياة ربنا. طب يعني يا ما شاء الله، الله أكبر، يا بخته يا بخته بيكي بجد والله. لا والله يعني ده يا بختي أنا بيه، لأن هو فعلا بجد هو يعني سبب من أسباب نجاحي بعد ربنا. يا جمال حاجة، بصي أنا مش عايز أقول لك. طيب إحنا أنا هقول برضو وراء كل امرأة عظيمة رجل عظيم برضو وقف وراها وساندها، والمثل صحيح وأبليكابل وبيتطبق أهو قدامنا. والحقيقة يعني نجاح كبير جدا إن هو ليه هو كشخصيا. خلينا بس نقول اسمه. طيب يعني أنا يعني إحنا قلنا جوز، يعني جوز حضرتك، طب عايزين نقول اسمه. كابتن عبد النبي محمود هو كابتن عبد النبي محمود لاعب بارالمبي سابق، ما شاء الله. ولكن هو فضل شغله على الرياضة، وبعدين بقى هو بيستعد دلوقتي خلاص ان هو هياخد مني بقى الراية، هو بيتمرن دلوقتي دلوقتي طب وبينزل احنا بطولات عايزين نقول هنا جمهورية. تحية كبيرة جدا للكابتن عبد النبي محمود زوج طبعا البطلة الكبيرة فاطمة عمر. كابتن فاطمة عمر بنحييك من هنا، نقول لك ألف شكر انت وقفت جنب البطلة الكبيرة بتاعتنا، وانت راجل عظيم عشان وقفت جنب مراتك، وقفت وراها، وقفت جنب أسرتك، وإن أنت وصلت لنا البطلة توصل لست ميداليات أولمبية. ألف مليون شكر كابتن عبد النبي، وإن شاء الله تجيب ميدالية، وإن شاء الله يجي معانا حلقة. ان بص شاء بقى الله أنا ده بقول لك أهو هو طبعا يحقق أيا كان، مش انا مهم لسه ميدالية. بقول للاستاذ محمد انا لو ما كنتش جيت البرنامج كنت هيطلقني. لا يا أهلاوي ما أنا عارف. طيب هناخد أهو، أنا باخد منك أهو انفراد أهو، إن شاء الله ربنا يكرمه ويخلص تمرينه ويخلص، وهنعمل حلقة ليكم أنتوا الاثنين. يعني ده يكون أنت احنا نكون سعداء. لا ده اتشرف لينا، الله حضرتك يخليك. موجودة وكابتن عبد النبي موجود، ونشوف بقى الايه الديالوج اللي طبعا هيحصل. هو كان بيدفعني باسلوبه بقى النجاح، وطبعا كل ده بعد ربنا بدعوات والدتي بقى، ربنا يديها الصحه. ربنا يديها الصحة يا رب. لا هي كانت يا حبيبتي هي الوحيده اللي كنت بشيل همها وانا مسافره، لان هي بتبقى فعلا اعصابها يا خبر بتبوظ. ابيض يا خبر ابيض. طيب يعني والدتك لما انت حققت النجاح ده بعد ميداليتين، انا احنا بنتكلم في الفتره ما بين 2004 2008، ما بين اثينا وما بين بكين، والدتك في الفتره دي كانت احساسها ايه بيكي؟ انا فخوره عايزه بيكي اقول لك ازاي؟ بقى والدي مش قولي لي والدتي، انا عايز اعرف التفاصيل دي. والدي هو اساس نجاحي، هو والدي هو اللي شجعني على الرياضه. ايوه كده، انت كده صلحتي البنت حبيبه باباها. انا الله كنت شايف الله الدنيا ماشيه في يرحمه طريق، انا يعني، سبتك براحتك. بابايا الله يرحمه هو اللي شجعني على الرياضه، وهو اللي دايما كان يفتخر بيا ويقول انا عندي بنتي بطله، وبيحسسني وياخدك معاه في بالفخر، كل حته ويحسسني بالفخر كده يعني، ممكن ما شاء الاقيه الله. ماشي تحت البلكونه وجايب ناس ويقول لهم بنتي بنتي دي. الله اكبر الله. كنت فكنت لما برجع بميدالية يعني اكتر حد كنت بشوف في عينيه الفرحه كان بابايا. بابا عايزه اقول لك كمان بقى ان اولمبياد بكين هي اللي جايه عليها الدور 2008، والدي مات قبل البطوله ب 8 شهور. لا يرحمه لا يرحمه. يعني دي يبدو ان كانت الله بالنسبه لي سبحانه كارثه. وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعني يعلم جيدا ان انت تقدر تتحملي. دي بالنسبه لي بجد كانت كارثه كانت خبطه جامده يمكن. جامده جدا. انا اخدت 3 ايام بس حزن على والدي، وما ادونيش فرصه اكمل يعني 3 ايام، ونزلت من المعسكر، انا كنت في المعسكر وجالي خبر وفاته، ونزلت 3 ايام ورجعت المعسكر تاني. وتوفى كده بالتقريب يناير 2008 صح؟ اه يناير 2008. بالظبط الله 13 يرحمه يناير ويحسن اليه، 2008. ربنا يرحمه ويحسن اليه. بس
بيتهيألي دي كانت اصعب من الحادثه اللي حصلت أصعب لك في بكتير. 2000 اصعب بكتير اصعب بكتير. وفعلا انا كنت ماشيه، كنت في كامل فورمتي، بعد الثلاث ايام رجعت لقيت نفسي ان انا حاسه ان انا خاويه فاضيه الأب. خالص، الاب الاب فاضيه خالص. حاولت الم نفسي عشان هو كان نفسه في الميداليه. يعني انت لعبتي 2008 عشانه؟ لان هو كان نفسه في الميداليه. انا كنت اول حد يكون كان بيتخانق مع الامن بتاع المطار عشان هو يبقى اول حد بيستقبلني. الله يرحمه ويحسن اليه. حتى انا لما خرجت وما لقيتهوش موجود فبكيت، لان في صور في مطار في بكين هتلاقيني كنت ببكي ببكي جامد يعني. الله يرحمه ويحسن اليه. طب معلش يا جماعه استاذنكم اطلع لفاصل بس ونرجع بعد الفاصل. خد انا عامله حسابي. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع الاسطوره الكبيره اعظم رياضيه الحقيقه، وكمان بعد الحلقه دي مش هقدر اقول بس اعظم رياضيه، لا دي اعظم مراه من وجهه نظري، مراه مصريه في العقد اللي احنا عايشينه والفتره اللي احنا عشناها، ناجحه كأم وناجحه كرياضيه، رياضيه حطت مصر في حته تانية. ست ميداليات بارالمبيه، ما حققش هذا اي، يعني انا اقدر اجزم ان ما فيش مخلوق على الكره الارضيه قدر يعمل هي عملته. ست ميداليات، وكانت تستطيع انها تحقق السبعه ولكن فضلت انها تخرج من الباب الكبير. كابتن ارجع تاني لبكين 2008 وهذه الميداليه اللي كان ليها ظروف خاصه، يعني خلاص احنا تجاوزناها ورجعت بميداليه ثالثه، كفايه خلاص يا كابتن، عايزه ايه تاني؟ لا ايه لا اللي انت ايه بقى تاني؟ ايه اللي في عندي دماغك تاني من 2008 2012؟ كان عندي تارجت كده ان انا يعني اعمل عدد من الميداليات محدش يقدر يعمله، عشان ابقى خلاص اشبعت رغبتي. فانا قلت لكم خلاص بقى ما فيش حاجه اسمها ذوي احتياجات خاصه. صحيح. يعني انا عملت كمان اللي الاسوياء ما حد يقدرش يعمله. فعلا. ما تبصيليش بقى بالنظره دي فعلا تاني. خلاص بالعكس، ده انتوا تبصوا لي في، يعني انا اسف، وده اللي هيحصل وده اللي بيحصل، ببص لك بفخر. طيب 2012 2012 ملابسات الدوره الاولمبيه دي كان في بقى في 2010. ايوه بقى اديني بقى الحاجات اللي هي ايه، بحاجات البسيطه. حاجه حلوه بقى كده. بسيطه يعني كده. كله حوادث وحاجات. في 2010 يعني جات لي دعوه من اليابان ان انا اروح اديهم محاضره في كيفيه الحفاظ على النجاح. نعم. طب انت رايحه اليابانيين في اليابان تقولي لهم ده بيسموه كوكب اليابان، ما بيسموش دوله اليابان. بالظبط، كنت اول مره اروح اليابان عشان تدرسي لهم كيفيه الحفاظ على النجاح. بالظبط، هم شافوا ان انا الحمد لله يعني لاعبه ما اخفقتش في ولا مباراه شاركت فيها، هي عندها حاجه مختلفه واحنا لازم نعرف هي عندها ايه، ايه السر في كده. طب ايه السر في كده؟ السر عند ربنا والله. نعم بالله، ولكن ايه الاسباب؟ ايه الاسباب من وجهه نظرك؟ طيب انا واحد ياباني قاعد هسحب عيني كده شويه وهقعد معاكي وانا عايز اسمع منك، اديني كلمتين كده سر النجاح. بحب النجاح، بعمل كل النجاح. حاجه توصلني عشان انجح، بضحي بكل حاجه وكل متع الحياه حواليا عشان اوصل للنجاح. كان طول عمري ما بلعب رياضه او بروح بطوله اول حاجه بفكر فيها ازاي احصل على الميداليه. ازاي احصل على الميداليه؟ تاني حاجه بفكر فيها ازاي اضرب الرقم عشان ابقى مميزه. مش اللي هو عايز انجح بالحروق وبتاع ده، انا لا عايز لا. انجح بتفوق. اقف تحت علم بلدي وهو اعلى علم موجود. بعد كده بقى بفكر في التكريمات والماديات والحاجات دي، عشان كده الناجح دايما ما بيحطش الماديات قبل النجاح. اذا فاطمه عمر يا جماعه اديتنا برشامه النجاح، انا خدتها خلاص. عايز تنجح حب النجاح، كلمة حلوة، كلمة يعني لو جبنا فلاسفة يفسروها لا دي تترجم لك ليه في عندك إرادة، لأن أنت عايز تنجح، حابب تنجح، ليه يكون عندك إن أنت تتعلم من أخطائك، إزاي تطور نفسك، كل ده يجي تحت حاجة واحدة، حب النجاح. قلت لهم كده في اليابان؟ أيوة، أنا خدوني في اليابان، يعني حجزوا لي في أفخم أوتيلات هناك وقعدت ست أيام هناك في اليابان. كنت انا ورئيس اللجنه حاليا دكتور حسام الدين مصطفى، هو كان رايح مصنف وانا كنت رايحه زي ما قلت لحضرتك يعرفوا مني سر الخلطه زي ما بتقول. في اليابان حجزوا لي جيم كبير جدا وجابوا الفريق الاول الياباني وقعدوهم كلهم وعاشوا معايا يوم من اول ما صحيت لحد ما جيت انام. يعني عيشي معانا بطبيعتك، ورينا يومك. بيسجلوا وراكي بتعملي ايه؟ انا عندي صور ومعادين بيسجلوا.
يعني ورينا يومك الطبيعي. بابو يعني كانوا مبهورين جدا جدا، لان يعني لعيبه وبتعمل ارقام زي كده. لا النهارده ده كان سنه كام؟ كان سنه 2010. 2010 وانت واخده 3 ميداليات اولمبيه، 2000 2004 2008. طب دلوقتي المفروض يعملوا ايه بقى؟ يعني دلوقتي المفروض يعملوا لك تمثال في اليابان. اتمنى يعني انا بتكلم يعني واخد اتمنى بالك ابقى كابتن محمد رشوان تاني. هناك. لا بقول لك كده، كابتن محمد رشوان هناك هو محافظ اليابان. ايوه يعني هو زي ما تقولي هو المحافظ الكوكب ده كله. ده حقيقي بالفعل يعني. بس احنا اولى ان احنا نعمل لك التمثال ده. يا بلدك دوست اولى على بيك. الضغط يا كابتن هيثم. لا 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 ان شاء الله. يعني انا يعني اكيد نفسي وامنيه حياتي ان انا اشوف ليكي مثلا تمثال في مصر، لانه انت تستحقي انا وانا ما بقولكش. بتمنى اسم على اي منشاه. هيحصل، انا متاكد ان مصر هتكرمك بالشكل. ما انا ما بصي مصر ما بتنسى الولاد ابدا، اكيد صدقيني طبعا. انا واحد مثلت اكيد منتخب طبعا. مصر، وصدقيني انا متاكد ان انت ستكرمي يا كابتن فاطمه بالشكل الذي يليق بمصر الاول ثم بيك. ثقه في الله سبحانه وتعالى، ثقه ببلدي، وثقه ان انت عملتي لمصر اللي ما عملوش حد، ثقه في مصر وثقه فيكي وثقه في الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء ان انت تستحقي، ولكل مجتهد نصيب. هتكرمي وسيخلد اسمك، واحنا اولى بيكي في مصر من ده كله. طيب خلصنا 2000 ودخلنا 2012 بقى، 2004 2008 و2000 دي 3 بطولات، دخلنا 2012 ما حسيتيش لمره كده قلتي لا ده الثالثه ثابته خلاص وشكلي مش هاخد الرابعه؟ انا كل مره بقول كده اصلا، يعني انا كل مره بقول خلاص كفايه كده وهنزل اعتزل ومش هكمل تاني، انا تعبت وارجع. لا، في عشق، في حب عشق، نجاح، في عشق. ما بتشبعيش من نجاح. كان كابتن ابراهيم المزين كان بيقول الحديد يبكي على فراق الاسطوره. طبعا 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 ده حقيقه. فانا بس كان لا بيني بس وبين البار انا بس ده انا مش هقول عشق. فراق، انا اسف، انا ما بقولش، انا ما انت معانا وسطنا وبيننا وهنستفاد منك، انا بتعلم منك وانا قاعد دلوقتي بتعلم منك. فالنهارده لا 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 لا، البار ده كانت مرحله، وان شاء الله اللي جاي هتخدمي فيه مصر اكتر يا رب. انا ان شاء اتمنى الله. ما نقولش يعني فراق، لا باي لا شكل من ان شاء الاشكال الله مش اخدم فراق، مصر. انا تحت تراب مصر. وتقدري تعملي ان شاء الله زي ما عملتي فاطمه عمر بنفسك، تقدري تعملي 5 6 لمصر فاطمه عمر. ولو ما كانش كده وما كانش نيتك كده وما كانش انت من جواكي كده، ما كانش ربنا كرمك. اكيد. فانا متاكد ان انت هيبقى لك دور الفتره اللي جايه يا كابتن ان شاء الله. وخلينا فاكرين، خلينا فاكرين الكلام ده باذن الله، هيبقى لك دور كبير ان شاء طيب. الله باذن الله. 2012 كان شهد كبرت، كان ليها كان في ليها اخت كمان صح؟ مع 2012 كانت نفس الموضوع بتاع شهد اتكرر مع ليلى. ليلى البيبي الثاني. وكان قبل الاولمبياد بقد ايه؟ بسنه. سنه واحده. هي القوى العقلية سليمة طبعا، يعني الدنيا سليمة أنا الحمد كنت لله. باخد سنة يعني بلعب بطولة العالم، بلعب الأولمبياد واخد بعد بطولة العالم سنة راحة، وباجي قبل الأولمبياد بسنة. طيب ورحتي برضو المركز الأولمبي وكانت ليلى ورحت معاكي؟ بيها وقعدت نفس القعدة بتاعت شهد وسافرت برضو. بس شهد لسه حبيبتي صغيرة برضو، ما شهد ما بقتش أنسة كبيرة لا، لسه. شهد كانت 8 سنين بين ليلى وشهد. 8 سنين. 8 سنين بس برضه بس محتاجة كانت دخلت رعاية، المدرسة محتاجة بقى. رعاية بقى، محتاجة رعاية. وطبعا كابتن عبد النبي كان أنا قايم على بدوره. فكرة من أول ما شهد دخلت المدرسة أنا بقيت أعمل معسكر مفتوح، ما بعسكرش، ما باخدش مغلق خالص خالص، بتمرن وبروح على البيت عشان أشوف الولاد واحتياجاتهم ودروسهم وكده. كنت بفضل إن أنا بروح، وده كان بيبقى عبء عليا كبير ان طبعا. انا اتمرن واروح. بس كانت يعني اللي بيعوضني ان انا بكون نايمه معاهم في البيت وعارفه كل حاجه عنهم. يعني انا يعني دخلت قبل الاولمبياد بشهر واحد بس المعسكر، كنت ده بتمرن بيقول مع لك كابتن في مثل بيقول لك اشيل جبال ولا اشيلش عيال، شويه عيال. والله ده مثل شعبي. ده انت شايله حمل ولادك والاسره ومذاكرتهم وغيره وغيره، وشايله حمل ان انت عايزه بطل اولمبيه، عايزه تجيب ميداليه لمصر، تمرينك، الصعوبات اللي بتقابلك في اليوم بقى العاديه الطبيعيه بقى، الصعوبات الطبيعيه اللي هي بتقابل اي بني ادم عنده اعاقه، دي اكل عادي. وشربه بقى طب بالظبط. كنت بتمرن مع كابتن عبد المنعم صلاح في المصريه للاتصالات. انا بتبع نادي المصريه للاتصالات. ورحت قبل الاولمبياد بشهر واحد، عملت اختبارات ودخلت الشهر ده المعسكر. حلو. طيب دخلنا البطوله، كان في منافسه اشرس شويه في اشرس بكتير، 12 بكتير. ممكن كان الماتش ده من احلى الماتشات اللي انا لعبتها في حياتي. كانت فين 12؟ كانت في لندن. فين؟ في لندن. في لندن. لندن 2012 صحيح. كان تونس برضو شاركوا، كان باسكت انا فاكر كان في لندن، كنت وكان معايا لعيبه نيجيريه لوسي ايجيكي كانت اقوى منافسيني، وكان معايا الصينيه برضو كانت قويه.
وكان يمكن مستواي كان مقارب جدا للوسي، بس الحمد لله توفيق ربنا كان معايا كبير جدا. غلبتها من المحاولة الثالثة وكسرت الرقم البارالمبي في المحاولة الرابعة، عملت 143 كيلو. ويمكن أنا عملت المحاولة الثالثة كانت 142 وكسبت الذهب ما شاء الله وخلاص، ونزلت حييت الجمهور وقعدت يعني اهيص مع الجمهور، فرحة. ولكن لجنة التحكيم طلبت ان انا العب محاولة رابعة. ليه بقى؟ ده يعني حاجة شو كده للبطولة، يعني شو، شو انما انت خدت للبطولة، الميداليه، انا خدت الميدالية، عايزين يستمتعوا عايزين بلعبك. يستمتع، طيب عايزين اكمل كمل، لعب. عايزين نشوفك تاني بترفعي. والمدرب كابتن ماهر عزت جابني من وسط الجمهور تعالي تعالي ويلا هتلعب محاولة تالتة. قلت له نسمع. انا فصلت، ما خلاص الانسان بيفصل من نفصل كتر خلاص التركيز، تركيزك خلاص وبتاع فصل. وفرحتك خرجت. فصل كل اللي موجودين اجمعوا على ان انا مش هطلع المحاولة دي، طب لان ده، انا خلاص حصل طب عندي المحاولة، تشبع، حصل عندي فرحة، خلاص فكيتي بقى، خلاص فكيتي، فكيت خلاص. فكيتي كرياضي فك. سبحانك يا ربي، انا خدني ودخلت على الستيج وطلعت ودخلت تحت البار وشلت 143، زودت كيلو كمان عشان لازم وشلتيها؟ ازود وشلتها. ايه ده؟ وقعدوا ايقاع، عملت ايقاع ساعتها، عملت ايه بقى؟ مش تسقيف. انا مش لو انتوا عندكم الفيديو بتاع لندن، بصراحة كان أفخم حاجة في حياتي حصلت لي، إن الشعب البريطاني اللي كان بيبص لنا نظرة يعني المحتل، سبحان الله، أنت واقف النهاردة بتسقف وبترفع لي القبعة يا نهار ابيض، وسط في لندن في وتاخدي لندن. ذهب والجمهور الانجليزي كله يشجعك، كان فخر يمكن كبير. دايما أقول أن يمكن أولمبياد لندن دي من أحسن البطولات اللي لعبتها، وعلم مصر وهو بيترفع في اولمبياد كان لندن. حاجة فوق الخيال. طيب 2012 بدأنا بقى ايه يعني، رابع ميدالية كفاية بقى ولا ايه؟ برضو أربعة ذهب. هو كان دايما في ناس ورايا هي بتدفعني. لا لا لا، ده انت تدفعي مصر كلها لا لقدام. حقيقي والله، هو كل انت، ما كنت انت كنت باخد عايزه قرار ان تنجحي. انا مش عايزه يقول لك اكمل لا انت تاني، عندك لا لسه. هتكملي. يعني اي رئيس اتحاد كان يجي كان يقول لي لا انت هتكملي، ما يعني فيش انت حاجه رجعت عندي اسمها 2012 قلت انا اعتزال. كده يعني بدأت يعني تقولي ايه، حلو قوي، بالظبط لقيتي دعم من المسؤولين بالظبط وعايزينك تكملي. بالظبط، كملتي. كملت. اديني بقى الصعاب اللي كانت حصل من معايا دكتور 12 حياة ل 16. خطاب، امي التانيه، طبعا دي رئيسة اللجنة البارالمبية السابقة. كانت دايما ورايا ودايما بتدفعني ودايما يعني كانت سبورت قوي ليا. في 2016 بقى، 2016 بالنسبة لي ما كانتش سنة حلوة خالص يعني. ايه يا جماعة، في ايه؟ ايه اللي حصل بقى؟ يعني أنا لعبت بطولة العالم في 2014 والحمد لله حصلت على الذهب وكسرت الله الرقم. أكبر. وكان قبلها كنت بفكر في خلفة تاني واخدت علاج وكده، فطبعا لما اجي بنزل بوريهم الادويه عشان اقول لهم ان انا اخد بيهم طبعا تصريح وكده. فالعلاج اللي فخ انا المنشطات، بس انت لو قلتي حتى لو في حاجه فيها دوبينج وبتقولي لهم بيعدوها. ايوه، بس تمام، اكون بتقولي مبلغه بيها وانا بالفعل اديت الادويه بتاعتي. لانه الادويه الخلفه او الحمل بتبقى فيها بعض الهرمونات، بالظبط، ودي حاجه يعني فوربيدن في وسبحان الدوبينج الله تشيك. يعني كمان انا كنت قدام من بدري جدا، يعني هي اساسا كانت زمانها طلعت من زمان يعني. بالظبط. فهو نصيبي بقى انه حصل ان الماده طلعت في التحليل. وحصل ايه بقى؟ حصل ان انا بعد بطوله العالم 2014 بعديها بشهر حصل لي وقف، يا خبر ابيض، ايقاف دولي. ايقاف دولي. كان قد ايه ساعتها؟ انا قعدت في الايقاف من غير حكم، قعدت اكتر من يعني 9 شهور 10 شهور انت خدت اوراق رايحه جايه. بس انت توقفتي. انا خلاص توقفت عن اللعب، يعني تمام. ممنوع ان انا العب، بس مش لسه مش طب محكمه يعني. دي قضية، انت بترفعي قضية وبتطلبي محامي؟ ما كانش في حد طبعا بيعمل الكلام ده ولا يرفع طب قضيه ايه، ولا اتصرفت الكلام ده ازاي؟ خالص يعني. انا لما الابيل عملت خلاص ازاي؟ انا خلاص بقى لقيت كل الاوقات راحت عليا وحتى النقد راح عليا، كل ده الكلام ده كله. طلعت في حلقة مع كابتن إبراهيم فايق، فطبعا هو أثار الموضوع وقال لنا ما ينفعش إن احنا نسيب نسيب بطلتنا بطلتنا. كده تغرق والكلام ده كله. وناشد الدكتور أشرف، كان باشمهندس خالد عبد العزيز، طبعا دكتور أشرف صبحي سمع اللقاء، وتاني يوم كان الصبح مساعد الوزير ساعتها كابتن تاني أشرف يوم صبحي. الصبح بعت لي الوزارة يعني أروح له الوزارة، ورحت بالفعل وجاب كل الدكاترة بتاعت المنشطات على رأسه كان الدكتور سيد خشبة، وجاب اعضاء اللجنه كان اللي هو صبيح الله يرحمه، وقال له مش هتطلعوا من هنا غير لما تجيبوا لي مخرج لفاطمه. فاطمه حتى لو كانت غلطت وخدت عن عمد، حقها علينا ان احنا نقف جنبها. نساعدها.
وطبعا دكتور محمود شكري الله يرحمه رئيس اتحاد رفع اثقال الاصحاء قال لهم في محامي دولي هيمسك القضية، الأبيل من بتاعك أو تونس الاستئناف هو بتاعك. صديق ليا هنرفع لها قضية وهو هي يعني هيترافع عنها في الكاس، في الكاس. المحكمة الرياضية الدولية. والحمد لله رفعوا القضية ما والحمد حدش لله. يقدر على رمسيه في الكاس دي لوحده. كانت مصاريف عالية جدا هي طبعا حقيقي، لانه اريبتريشن، والوزارة هي هو صراحة اللي الاريبتريشن ده اتحملتها التحكيم، يعني. انت بتجيب محكم والناحيه الثانيه بتجيب محكم وبعد كده بيجيبوا مرجح، بالظبط. كل ده حضرتك اللي بتحاسبي عليه في الاول. لو كسبت القضيه مصاريفك بترجع لك من الطرف الثاني. بس لا طبعا هو انا طبعا ما كسبتش القضية، انا يعني اكتفوا بالفترة اللي انا قعدت فيها. طب حلو، يعني القضيه كملت؟ كملت والحمد لله يعني الوقف اتفك قبل، وقدمت الورق قدمت كل والمستندات حاجة ان انا كنت باخد الادويه دي لهدف كذا. بالظبط. تمام، والوقف لحقت اتفك، الاولمبياد جيت قبل الأولمبياد بحوالي 8 شهور كده، بدأت تتمرني حوالي 8 شهور وبدأت أتمرن الحمد لله. عملت طفرة كبيرة في التمرين، ما شاء عملت الله 100 150، من 142 او 43 في البطولة اللي قبليها عملت ل 150 150 ما شاء الله. وطبعا رحت الأولمبياد. الحدث نفسه ان انت تقعد سنة طبعا مظلوم ومقهور، خد منك، خد كل منك حاجة، خد مني طاقتك كتير وانت جدا بتعافر عشان تلحق، جدا وعمال تبص في الوقت وتبص في انا عايز بالظبط. الحق الاولمبياد. وكان خلاص يعني كل البطولات التأهيلية راحت عليا، وكان فاضل واحدة بس هي نعم اللي سافرتها لوحدي مع كابتن عماد بهجت، الحمد لله خدت فيها ذهب، كانت في ماليزيا برضو. وسافرت الأولمبياد على أساس إن أنا راح أجيب الميدالية الخامسة، وحصل الحمد لله. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل إن هي كانت فضية. زعلانه انها فضه؟ يعني انت في كلامك زعلانه ان فضه؟ طب انا اخد، مستعد اروح الاولمبياد واخد بديل يا خشب واكون سعيد جدا. النهارده بتتكلمي على فضه في اولمبياد. عارف لما يبقى مش مستواك وانت عندك الافضل بتزعل، ولكن انا في طوكيو ما زعلتش، ده انا كنت فرحانه جدا ان انا جبت فضه لانه كان عشان برضو كان فوزي. امكانياتي قليله. كان ساعتها الامكانيات قليله، وكانت يعني كان كورونا برضو فاكر الفتره دي. انا سافرت طوكيو وكان عندي كورونا قبلها بشهر، بقول لك جات لي مرتين في شهر واحد. يا نهار ابيض. طب ليه، ايه السبب يعني؟ هل انت كان اختلاط مثلا؟ ما هي ساعتها بقى ما مركز اولمبي بقى وكده والدنيا مفتوحه بالظبط وبتاع، جالك مرتين قبلها بشهر. مرتين غير ان انا توقفت برضو قبل الاولمبياد بشهر. ليه وقفتي في 2020؟ ايه السبب؟ كنت في بطولة عالم في دبي، عشان كده انا اتشأمت من دبي خلاص. يعني عشان، طب ايه اللي حصل؟ حصل ان انا كان عندي اصابة في ريست ايدي وحقنت الكورتيزون، يعني الدكتور حقني كورتيزون. طيب ايه الكورتيزون؟ مش ممنوع؟ كورتيزون مش ممنوع اوت كومبيتيشن، بس بيكون قبلها بأسبوعين، فانا حقنته قبل البطولة ب3 ايام، ما كنتش تعرف. ما كنتش اعرف. فطبعا طلع في العينه، وقفوني وقف مؤقت لحد ما قدمتي الدكتور يتصرف، الدكتور سامح وقدم ما يفيد الإصابة والكلام ده رئيس كله، اللجنه الطبيه اتصرف وقدم يعني قدم جواب التماس ان هو كان يعني بعت للاتحاد من بدري، بس هو الاجراءات اللي الإجراءات عطلت خدت وقت. الجواب. فالحمد لله فكوا الوقف. طبعا شوف بس بقى، عشان تاريخك هم شوف حابينك بقى برضو، يا كميه القهر والعياط اللي انا كنت فيها بقى. عشان كده انت اي حد بيتعرض لموضوع المنشطات ده انت بتقفي جنبه جامد، انت بتحسي موضوع بيه. صعب قوي، ربنا ما يكتبه على حد حقيقي. 2 كورونا ووقف، انا لما شنطتي ومدينا اللبس بتاع البطوله وحطها كده جنبي عند السرير، مش عارفه هقفلها هروح ولا اقفلها هسافر. طب ازاي تركزي؟ ازاي تركزي ومع ذلك جبت ميداليه؟ سبحان الله، كان كله متوقع ان فاطمه عمر مش هتجيب ميداليه في البطوله دي، وجبتي ده وجبتي فضه. وجبت فضه. الله اكبر عليكي. طيب عشان كده الاعلام هنا في مصر في الوقت ده عمل لي ضجه كبيره جدا. انا مش عايز اللقاء ده يخلص بجد والله العظيم. انا يعني بتهيالي انا بقول لصناع السينما ياخدوه يعني مثال، وياخدوا ده قصه حياتك دي تدرس وتتعمل يعني سيريس او يعني مسلسل حلقات. ونتمنى ده هيحصل. انا بقول لك خليكي فاكراها هيحصل، يعني لينا ابطال كتير اولمبي اتعمل لهم حلقاتهم، يعني حياتهم حلقات وشفناها في المسلسلات. ايوه وان شاء الله في يوم من الايام هلاقي كده. ان شاء الله. انا بشكرك، ربنا يخليك، نورتيني وشرفتيني، ربنا وانا يخليك سعيد انت، بيكي جدا. ربنا يخليك وكلمه انت. اسطوره دي احنا كده بنظلمك لان انت اكبر من اسطوره. انا مش عارفه اقول لك انا سعيده قد ايه لا بكلامك. ده حقك، ده حقك ان شاء الله. وكابتن طبعا فاطمه عمر نجمتنا البارالمبيه الكبيره صاحبه 6 ميداليات، بشكرك نورتيني وشرفتيني. انا بس قبل ما تقفل انا حابه بس ان انا طبعا اشكر كل الشعب المصري طول الفتره
تدريبي ووقوفه جنبي ودعمه ليا. احب اشكر كل الوزراء اللي انا عديت عليهم، واخرهم دكتور اشرف صبحي، رؤساء الاتحادات، رؤساء اللجنه البارالمبيه باعضائها، زمايلي، كل الناس اللي بتحب فاطمه عمر، اهلي. واشكرك في الاخر واقول لك يا رب دايما اكون اسعدتكم. طبعا يعني احنا اللي بنشكرك، نورتيني وشرفتيني. ربنا يخليك. قبل ما اختم الحلقه دي يا جماعه، اكيد طبعا رساله صغيره دكتور اشرف صبحي، طبعا الاخ والاخ العزيز الحقيقه اللي انا شرفت ان انا اكون قريب منه فترات طويله. يعني اتمنى طبعا تكريم لنجمتنا الكبيره فاطمه عمر يليق طبعا باسمها وبتاريخها واللي قدمته لبلدها، وانا متاكد ان ده هيحصل. مش محتاج طبعا يعني نقول يعني رساله او اي حاجه، لا خالص، انا متاكد ان ده هيحصل ان شاء الله. بس احنا بنذكر ذكر في ان الذكرى تنفع للمؤمنين. بشكركم شكرا جزيلا، والى حلقه جديده مع الابطال.